الأخبار النهاردة هنتكلم عن المعيار ده اللي هو IS 17 اللي هو عنوانه Accounting Leases. وكلمة Leases بتعني تأجير، وعادة بيشار إليه للتأجير التمويلي. ليزس بيشير الى التأجير، بس عادة بيشار، لان احنا هنعرف وفقا للمعيار ده انه في نوعين من الليز، نوعين من الايجار. نوع اللي احنا عارفينه تقليدي عندنا اللي هو باسم رنت، ونوع تاني استحدث له شروط وله قواعد اسمه فاينانس ليز، تأجير تمويل. يبقى الليز هو عبارة عن كونتراكت، ليز كونتراكت، عقد ليز. احنا هنعمل زي كل مره هنشرح فريم على المعيار على البورد، صح كده؟ وبعد كده نمشي مع السلايد، مش كده ولا ايه؟ ماشي الطريقه دي، ماشي الدنيا ولا ايه؟ النهارده قليلين قوي ليه؟ في ناس ماتش اجازه الشركه النهارده ولا حاجه؟ لا في مسموح مع بعض، هو الرسم اجازه يعني ايه بالشغل وايه وكورس ده يبقى كتير بقى شغل 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 فيهم. كنا شايفينهم كان تحسن والله ان الكتاب ده مطلوب بانجلترا من سنه، بس انت معاك ماتيريال، انت معاك ماتيريال بتقولها كل مره مش كافي يا دكتور، الماتيريال دي مش كافيه. طيب انا هعمل ايه في الكتاب؟ هتديك نسخه قديمه؟ انا ممكن اديك نسخه قديمه موجوده، انا عندي على فكره 2013. طب مؤقتا لا عاوز تبعت على الاسئله اللي انت كنت حضرتك، ما هو ده مرتبط. احنا عايزين ندير في ده، انا برضه معايا بنك اسئله، بس عدد قليل، يمكن حد منكم خده مني من زمايلكم، بس اللي هي في الاسئله اللي انا بحطها ورا الباور بوينت دي، بس عدد مش كفايه. فاحنا بنحاول نستنيه بس الكتاب اللي يجي مع ولي، يعني بنحاول نعمل اكزام بنك شويه شويه، بس احنا مع بعض في وقت ليه يا خلاص في دي لسه بقى قدام شهر ويه. طب ما شهر ويه هنذاكر ايه؟ هنعمل جديد ولا حلو؟ بس ذاكر انتوا لو بتذاكروا اللي انا بعمله، بتحلوا الاسئله اللي عندي، يبقى ده الحد الادنى المطلوب اللي يحقق نتيجه اكثر ضياع. بس اهم حاجه ما يكونش الترمو ده الورق والكلام اللي احنا مع تقديمه ده. الليز كونتراكت ده عقد الليز بيبقى بين طرفين. طرف اسمه ليسي المستاجر، وطرف اسمه الليسور المؤجر. ده الاونر في الاصل، ده مالك الاصل، وده الشخص اللي هيوز الاصل ليستخدم الاصل، المستاجر اللي هو المستاجر. الطرفين دول اتفقوا في عقد استاذ محمد اسمه الليز كونتراكت، ان الليسي هيستخدم الاصل بتاع الليسو لفتره في الفيوتشر في المستقبل، فترة طويلة شوية، لونج بيري. لونج بيري في المستقبل، لا مش حق انتفاع، هو تأجير بس طويل الأجل. مقابل ايه؟ هو هياخد الأصل ده مقابل انه هو هياخد الأصل مقابل ان يدي الليسور فيوتشر بيمنتس، مبالغ مدفوعة برضه في المستقبل اسمها مينيمم ليز بيمنت. ليز بيمنت MLP مينيمم ليز بيمنت. يبقى تاني بقى انا عندي كونتراكت اسمه ايه؟ ليز كونتراكت بين طرفين، طرف مستاجر اسمه ليزي، وطرف صاحب الاصل او الاونر اسمه ليسور. الليسي هياخد من الليسور اصل اسيت، هيأجر اسيت لونج بيريد اوف فيوتشر، فتره طويله في المستقبل، مقابل انه يدفع فيوتشر بيمنت بيسموها مينيمم ليز بيمنت. المبالغ المدفوعه دي ممكن تبقى حاجة واحدة وممكن تبقى ثلاث حاجات. المبالغ دي صح كده ولا لا؟ ممكن تبقى حاجة واحدة وممكن تبقى ثلاث حاجات، هقولهم ايه هم؟
والعقد ده ممكن ينتهي بالتملك، يعني بعد المده الطويله من الايجار يصبح الاصل ملك للي سي، بس مش دايما. معايا ولا لا؟ ممكن ان ينتهي بالتملك، ممكن ينتهي بالتملك، صح كده ولا لا؟ طيب هذا العقد لما جم وصفوه قال لك لو توافر فيه مجموعه شروط هيبقى مش ايجار، ده كانه شراء. العقد ده قال لك لو توافر فيه بعض الخصائص هو مش ايجار، ده كانه شراء، لانك بتاجر لفتره طويله وبعدين ينتهي من ايه؟ لما انت بتشتريه بس بالتقسيط، صح كده ولا لا؟ خاصه انه بينقل الريسك للريوردز، الريسك يعني المخاطر المرتبطه بالاصل وكل الريوردز المنافع للي سي. طيب احنا هنا محتاجين نعرف حاجتين. انا قلت المينيمم ليز بيمنتس دي ممكن تبقى حاجه واحده، مبالغ بتدفع سنويا او كل فتره، انوال بيمنتس، وممكن تبقى معاها حاجه اسمها باركن بيتشيز اوبشن بيرشيز اوبشن، وممكن فيها معاها حاجه اسمها جارانتي ريزيديوال فاليو. ريزيديوال فاليو ايه الكلام ده؟ ممكن العقد ينتهي او يشترط على انها تدفع لك ببساطه شديده كده ان الطرف اللي يسيب ده اللي هو ايه هيأجر من اللي يسور اصل ب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم 15 سنه مثلا، ويكون هيدفع مثلا يعني او 10 سنين وتقدر كل سنه 10000 جنيه انوال بي. عليكم السلام. استاذ هاني. السلام عليك يا عم. خدونا عليك وانا عملت انت حادثه وبتاع، وفي الاخر بيقول لك انت اللي دخلت في الونش. اه. والونش اللي اتعور. الونش اتكسر. تصدق بالله اكتر حاجة جايين المستشفى احنا لسه. لا سلام. وانت كمان رايح المستشفى ليه؟ كنا عندنا بقى المستشفى. عندك برد؟ برد ولا حادثه؟ لا لا المره دي برد، المره اللي فاتت. انت كله انتصار، معلش المؤمن انتصار. الف سلام عليك. سلامتك يا بنيت. طيب. انا وطيت التكييف شويه كشباب كانوا عاملين على 18 خليته على 22 كويس كده ولا ولا تسقع الدنيا كويس بس ساعه عاملين اصلا. استاذ هاني استاذ محمد احنا بدانا كلمتين في النهارده اللي هو عنوان الليز. الليز الليز تاجير التمويلي هو عباره عن كونتراكت عقد يسموه ليز كونتراكت. عقد يسموه ايه؟ ليز كونتراكت. بين طرفين، طرف اسمه الليسي المستاجر وطرف اسمه الليسور المؤجر او الاونر بتاع الاصل. واحد مالك الاصل اسمه الليسور، واحد بيأجر الاصل يوز الاسد اسمه ايه؟ الليسي. العقد ده بيتضمن ان الليسي بيستأجر الأسد ده لفترة في المستقبل مقابل حاجة اسمها مينيمم ليز بيمنت، مبالغ بيدفعها. قلنا المبالغ دي ممكن تبقى مبالغ سنوية أنيوال بيمنت، وممكن تبقى في صورة بارجن بيرشيز، هو سعر الشراء أقل بكثير جدا من سعر الشراء الحقيقي. يعني بمثال كده أنا أروح لأستاذنا العزيز أأجر منه شقة بس بالنظام اللي ايه؟ الليز. هقول له هأجرها منك 20 سنة. وهدفع لك في الشهر أو في السنة كذا. العقد ده ممكن يقول لي طب لو انتظمت على المبالغ دي الشقة بتاعتك بعد 20 سنة. يبقى العقد ايه؟ انتهى بالتملك. أو بحاجة شبه التملك يا أستاذ محمد، إيه اللي شبه التملك؟ إنه لو ده حصل بعد 20 سنة اديها لك بربع ثمنها، حد فاهم اللي بقول ايه ولا لا؟ ربع ثمنها ده بقى اوبشن اختياري. باركن بيرشيز يعني شراء رخيص بسعر تفاوضي.
يبقى ممكن تنتقل التملك بالكامل وممكن تنتهي ببارجن برشيف اوبشن، يعني ادي لك سعر اقل بكتير جدا من السعر اللي في السوق، ربع الثمن، الثمن، نص الثمن. ده متفق عليه. ايوه كل ده في الليز. ايوه هو ده اللي بيخلي العقد اسمه الليز فاينانس او فاينانس ليز. وممكن يتفق على جارانتيد ريزيدوال فاليو العكس بقى، يقول لك ايه؟ انت هتأجر الاصل ده 20 سنه وترجعهولي بقيمه حد ادنى كذا. بالمناسبه عقود الليز اصبحت مفضله جدا. ليه؟ خصوصا في بعض انواع الاصول اللي بعد فتره من الزمن انت مش عايزه، بيتقاضى فنيا. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ فبمصلحه الشركه ما تشتريش اصول، لانه مثلا مكنه، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي تعرضت ليها، الملح اللي احنا عارفينه ده في منه نوعين، بياخدوا الملح اللي بيجي من البحر ده نوعين، الملح اللي احنا بناكله ده بيعدي على زي خزانات كبيره كده يتغسل معايا يا جماعه ولا لا، ويطلع وتحط له شويه مواد تنقيه وبتاع ويطلع ملح. في شركات بقى بتاخد الميه المملحه دي وتطلع نوع تاني، درجه تانيه من الملح اسمه الملح البلوري او المبلور، ده غالي جدا، لان بياخدوا المحلول الملح ده ويتعمل له مش عارف تبخير وثم تكثيف ثم تنقيه ثم معالجه. المكنة بتاعت الليلة دي فيها يتنغر 15 ويطلع مرح كريستالي غالي جدا. اذا كان الطن الملح العادي بألف جنيه، الطن التاني بمئة الف. ده بقى بتستخدم في الادوية، عارف انت كذا الصوديوم وكذا كالسيوم وكذا مش عارف ايه، بيستخدم في بعض الحاجات المتقدمة جدا في الليزر والحاجات دي. فاذا كان بقول لك هنا الطن بألف جنيه، فالطن هناك بمئة الف جنيه. المكنة بتاعته بحوالي 35 مليون جنيه، غاليه جدا، لان هي مش يعني زي وحده معالجه كامله كده، فيها كذا مراحل. اه طب المكنه دي لو حضرتك جبتها ب 25 مليون جنيه، لبستها بقى خلاص على كده، صح كده ولا لا؟ طب لو ظهر الاحدث منها تفضل انت متدبس في دي. طب ماذا لو لقيت واحد ياجرها لك بس 10 سنين؟ يبقى هو مصلحتك. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ لما بعد 10 سنين اقول له انا مش عايز اتملكها اصلا، شكرا، انا هروح اشتري او اجر النوع اللي ظهر احدث، صح كده ولا لا؟ يعني انا او انت او اي واحد فينا، ماذا لو انه لو لقينا واحد بتاع موبايلات ماشي، يعني دلوقتي الاس 5 المعدل الاس 6 اللي نازل ده ب 6000 جنيه، صح كده ولا لا؟ ب 8. طيب كل يوم يطلع زي، صح كده ولا لا؟ انا مثلا خلينا انا راجل على قد حاله، كنت جايب اس 4 مثلا، انا كنت جايبه ب 4000 جنيه ساعتها، واديله دلوقتي معايا مش عارف كام، خلاص بقى ثمنه غالي. طب ماذا لو لقينا واحد ياجر لنا الاس 6 ده بدل ما هو ب 8000 جنيه ياخد في الشهر مثلا يعني 200 جنيه، يبقى في السنة بكام؟ 2400. ممكن اجي بعد سنة، في ناس بتشتريه بعد سنة في الخليج بيبيعوه ويبيعوه برخص تراب، ما بيكملش سنة. فماذا لو ان هو ليه واحد يأجره له زي ما قلت لك ب 2500 في السنة؟ هو ساعتها هيفضل كده، لان هو بيجيبه ب 6000 وبعد سنة يبيعه ب 1000، صح كده ولا لا؟ يبقى هو خسر فيه كام؟ 5. طب لو هو دفع بقى ايه؟ 2500، يبقى خسر 2500 بدل ما يخسر ايه؟ 5. حد فاهم انا بقول ايه ولا؟ يبقى في بعض الرسوم لو لقيت فرصه تاجرها، طبعا انا بقوله على الموبايل عشان اسهل الفكره، بس ده بقى تخيل بقى الموضوع ده مكنه بالملايين. فاحد اسباب الليز هي التكنولوجيا العاليه. طبعا اسبابها كمان انك ده وسيله من وسائل الفاينانس، بيسموه اوف بالانس شيت فاينانس، يعني تمويل من خارج الميزانيه. يعني ايه تمويل بتاع الميزانيه؟ انك يا اما تجهز كاش يا اما تقترض. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ تاخد كاش من الاسيت او تتحمل بلايبيليتي صريح. معايا يا جماعه ولا لا؟ لا، ده تمويل ولا بتاخد من الكاش ولا بيظهر ايه قرض صريح
بفوائد، فده بيسموه اوف بالانس شيت فاينانس، نوع من انواع التمويل من خارج كاني دبرت نفسي زي بالظبط كده. واحد مراته عماله تزن عليه انا عايزه ثلاجه انا عايزه ثلاجه انا عايزه ثلاجه انا عايزه ثلاجه انا عايزه، هو ما هوش فراح اشترى بالقسط. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يبقى هو ما قدرش يدبر مبالغ كبيره فجابه بالقسط حاجه كده يعني. فهو بس هو الفرق ايه بقى، وده كلام مهم جدا، بينه وبين البيع التقسيط، ما هو هو نفس الفكره. لا، الفرق بين انه البيع بالتقسيط وده لتامين صاحب المال، البيع بالتقسيط بننقل التايتل او الاونر شيب بمجرد الشراء او بمجرد البيع. يعني انا بعت لك الثلاجه بقت بتاعتك تقدر تبيعها. نعم نعم عندي في البلانس شيت انت لا ما انت هتضيفها، بس هو الفرق في انا كبائع انتهى كل سيطرتي على الاصل، هعمل لها ريموف من البالانس شيت. هعمل لها ريموف من البالانس وانا اعمل لها اد، لكن ما هو ده هيحصل في لحظه هيحصل في الليز. بس هو الفرق في ايه؟ الفرق في ايه؟ انه في عقود في عقود التقسيط ما اقدرش استرد السلعه، لكن في الليز بيمنت اقدر استرد السلعه لو اخل بشروط التعاقد او بالاقساط. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ تاني في التقسيط لو الراجل ده اخل بيننا وبين المحكمه، لكن في بيوع في الليز لا انا اخد الاصل. ده بالظبط كده العربيات اللي عليها حظر بيع بالظبط، حتى كل سنه يقول لك هات جواب من البنك عشان تجدد الترخيص، معايا ولا لا؟ وما تقدرش تبيعها الا لما تنهي حظر البيع، معايا ولا لا؟ يبقى اذا الملكيه بالكامل لم تنتقل الا في نهايه مدة بتاعت الايجار او التقسيط ده. ده هنا هو ده عقد مستحدث لتامين الاونر المالك. ماشي الكلام ده ولا لا؟ لانه بقى له سيطره على الاصل. كده احنا خلطنا ما بين اثنين، بين القسط وبين لا ما خلطناش، فرقنا. ما هو العربيه قسط مش تاجير تمويل. لا ده هي بطبيعتها، بس انت بس احنا طبيعتها تاجير تمويل. وهي اصلا تاجير تمويل. وروح كده كلها حتى البنوك اللي بيبيعوها بيعملوها تحت عقود تاجير تمويل، بس احنا عشان هو قريب من فكره القسط فمن زمان اشتريتها قسط. لكن العقد ده مش قسط، القسط هات اي ثلاجه قسط من بكره عايز تبيعها بيعها. صح كده ولا لا؟ هات اي جهاز ملكيه كامله، لكن دي ما تعرفش. ما عليهاش حظر يعني. ما عليهاش حظر، ما هي دي يعني ايه ما عليهاش حظر؟ يعني نقلت الملكيه، لا ده ما بينقلش. مجرد شراها بقت ملكيه. يبقى ده نوع من التاجير التمويلي. لا كل العربيات اللي بالقسط هي نوع من تأجير التمويل. ده فعلا كده. طيب كويس، يبقى انا دلوقتي عرفت ان في تأجير اسمه فاينانس ليز، تأجير تمويل. طب هو التأجير اللي احنا كنا عايزينه كان اسمه ايه؟ اوبريتنج. الرنت ده هيسموه وفق المعيار اوبريتنج ليز اللي هو اسمه رنت. معايا يا جماعه ولا لا؟ يبقى انا وصلنا لخلاصه انه في نوعين من الايجار. ايوه ايجار تقليدي اللي هو الريت اسمه اوبريتنج ليز، وايجار اسمه ايه؟ فاينانس ليز. اوبريتنج ليز وفاينانس. السؤال المهم بقى، ايوه ايه الفرق؟ انت اقول على العقد ده فاينانس ليز وانت اقول عليه اوبريتنج ليز، صح كده ولا لا؟ المعيار بتاعنا قال لك وي هاف فايف كرايتيريا، اف وي هاف اونلي وان اوف ذيم، لو منهم واحده بس متوفره في العقد نصرنا في العقد ده على انه فاينانس ليز، والا فهو اوبريتنج. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ تاني خمس معايير، فايف كرايتيريا. فايف كرايتيريا، خمس معايير، خمس اسس للتقييم. اذا اتوجب اونلي وان اوف ذيم يبقى العقد ده على طول يتصنف على انه فاينانس ليز، والا اذروايز هو ايه؟ اوبريتنج. طب هسأل سؤال تاني، هو ليه الفرق؟ لأن المعادلة المحاسبية مختلفة. المعادلة المحاسبية للفاينانس ليز تختلف عن المعادلة المحاسبية للأوبريتنج ليز.
يبقى التفرقه ضروره ضروره معجل المسؤوليه. عشان جهاز عالي البطاريه جهاز عالي البطاريه. ايه هما الفايف كريتيريا يا استاذ محمد؟ نمبر 1 ان العقد ينتهي بترانسفير الاونر شيب. ينتهي بنقل الملكيه، يعني لو مكتوب كده انا هاجر الاصل ده من حضرتك لايا كانت المده، بس في نهايه مده الايجار تنتقل الملكيه للليسين، الليسين اللي هو المستاجر، يبقى العقد ده على طول كلاس فايف يبقى فايف جديد. برافو عليك. دي اول واحده. الثانيه زيها بس اقل، ان يكون فيها purchase bargain option. purchase bargain option يعني ايه بقى؟ صفقة شراء بسعر اقل من السوق. ده كده كده هينتهي بالتمن. ده انت عندك اوبشن لو حبيت في نهاية المدة تاخد الاصل بنسبة اقل كتير جدا من سعر السوق، بالربع، بالتلت، بالنص. حد فاهم اللي بقوله ولا لا؟ يعني هنا ما بيديليش الملكية كاملة، لكن بيديني إمكانية التملك. حد فاهم اللي بقوله ولا لا؟ هنا تملك، هنا إمكانية التملك. يعني واحد بيقول لك هو أجر شقة من واحد 20 سنة، قال له لو انتظمت في سداد القيمة الإيجارية دي ال 20 سنة هبيعها لك بنص التمن. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ بنص ثمنها حينها، يعني هي ساعتها السعر كام؟ يديله نص ثمن. يبقى تملك ايه؟ ضمني. تملك بعد 20 سنه، يبقى مكتوب في العقد كده. مكتوب كده، وفي نهايه مده العقد يحق للمستاجر ان يحصل على الوحده العقاريه كملكيه كامله بنص الثمن، بربع الثمن، ب 60% من الثمن، ب 40% من الثمن، وات ايفر. لو لقيت ده مخصوص كده يبقى العقد ده على طول فاينانس. ما تحددش الفاليو خالص، لا نص نص الثمن. ما هو الثمن ساعتها مش عارف، في ساعتها مش عارف. فاهم؟ بالنسبه للعقارات تبقى مصلحه في بلد توصل للمستاجر. نعم. بالنسبه للعقارات ليه؟ لان العقار بعد ما يوصل سعره اعلى من دلوقتي. ايوه بس انت فوق ازاي بقى؟ مصلحه المستاجر ازاي؟ مصلحه المالك. لا مصلحه المالك ازاي؟ مصلحه المستاجر ازاي؟ اخده بنص ثمنه في حينها. طب خد منه بالنص وبيع بثمن الحقيقي. انت عبيط بقى ولا انا اللي عبيط ولا هو اللي عبيط؟ صح كده؟ في كل الاحوال هو هياخد نص ثمن الحالي. انا طبعا هتزعل بهزر. لا خالص. في كل حال هياخد ربع الثمن الحالي، هو صحيح ممكن يبقى ضعف ثمنه ساعتها العقد، بس من الاخر دي القيمه الحاليه وانت ليك الحق تاخده بالربع. يبقى اذا اردت سعادتك صح كده ولا لا؟ تاخد بالربع او بالنص، ولو انت حتى مش عايزه خده وابقى بيع، يبقى انت كسبت بقى، يبقى ما خسرتش حاجه. هذا الشرط ما بيخسرش ابدا صح الا اذا ايه؟ انت تقول انت ده اصل كان مع حد. فاهم انا بقول ايه؟ هقولها لكم بطريقه ثانيه. تخيل الموضوع ده عملته في عربيتي مثلا، صح؟ انا اشتريت العربيه بالنظام ده، خدتها من حضرتك في 20 سنه، وكاتب لي انت كده ان بعد 20 سنه تقدر تاخدها بنص. حلو؟ انا استهلكتها، انا عارف العربيه استهلكتها بعد 20 سنه. جه واحد قال لي تسوي 40,000 جنيه. انا ليا كام؟ اخدها بكام؟ ب 20. ما رضاش اخدها. ده كانت معايا وانا عارف. حد فاهم اللي بقول ايه؟ ليه؟ انا ببقى عارف عيوبها. او حتى لو كانت تسوي 20 انا هسيب عربيه حديثه. مش معقول افضل راكب ها؟ حتى فاهم اللي بقول ايه؟ وانا افضل راكب المخروبه دي بقى ولا ايه؟ يبقى انا حتى مش عايز ادفع بقى ال 20. انتوا فاهمين الحكايه دي ولا لا؟ عايز اركب عربيه ايه؟ حديثه، عايز اركب. او ممكن اللي قد يبدو للناس سعر 47 انا اكون عامل في عربيه من جوه فيها مشكله كبيره ولا صح؟ عشان كده سموها يا استاذ هاني بقى بارجن بيرشيز اوبشن. يعني ايه؟ اختياري. اوبشن اختيار، يعني حق اختيار. يبقى ده تملك صريح، ده تملك محتمل. لا حتى فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ ده تملك ايه صريح، ده تملك ايه محتمل. ليه نسبه ولا كده؟
بتتكتب بس مش نسبه ثابته. المهم يكون بسعر اقل بشكل واضح من سعر السوق. الشرط الثالث احنا زينا بنذكر الكرايتيريا الشروط اللي اذا اتوجد واحد فيهم نصبنا في العقد ده على انه ايه؟ واحد بس مش كلهم واحد. ان تكون الليز بيريد فتره التاجير يقول لك ماجوريتي اوف لايف معظم العمر في المعايير ما حددتش النسبه. في الجانب الامريكان قالوا 75% يعني يكون اكثر من 75% من العمر من العمر. يعني اصل ده عمره 20 سنه فانت ما اتجوز 16 17 حد فاهم بيقول ايه؟ فبالبالغ اكثر من 75. لو انه في المعايير ما جابش ال 75 دي بس احنا بناخدها استرشادا لانه في الجانب الامريكي قالوا 75%. طب ما دي كده ماجوريتي معظم. طب اعرفها انا ازاي؟ احنا بناخد الجايد بقى من الجانب معظم الاصل. بتيجي ازاي؟ عرفتها ازاي انها ماجوريتي في السؤال؟ هتبقى واضحه انه مثلا الاصل ده عمره 15 سنه وحضرتك مأجره 12 مأجره 11 فواضح انت ما يتعدى ال 75 على طول باين انها فاينانشال. يبقى العقد هنا وده معناه ايه؟ عارفين المصطلح الشعب اللي بيقول كانت لحم لحم ورميته عظم عظم. انت خلاص خدت الزبد اللي في الاصل. واحد تخيل انه في مثلا ونش شركة مقاولات استعملته الونش ده عمره 20 سنة، شركة مقاولات استعملته 15 سنة. يا عم شكرا بقى خده ده بقى خرد. معايا الأصل ساعتها بيبقى إيه؟ خرد. يبقى ده كمان شرط. الليز بيرد. إنه الماجوريتي صح كده ولا لأ؟ ده الشرط الثاني. الشرط الرابع. خلي بالك إحنا قلنا ينقل الملكية. إن يبقى فيه برشيز بارجن ان في الليز بيرد. الشرط الرابع انه لو الليز بيمنت الثمن اللي انت هتدفعه على مدار عمر الاصل يمثل 90% فيما فوق بس برضه في المعيار ده ما قالش نسبه. قال نير فير فاليو قريب من الفير فاليو. قال نير قال لي انه لو اللي انا بدفعه كليز بيمنت يعني ايه؟ انت اجرت الاصل ده لمده 15 سنه هتدفع كل سنه 10,000 جنيه. يبقى على مدار ال 15 سنه 10,000 جنيه 150,000. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ هنجيب البريزنت فاليو لل 150 طلعت مثلا 112. تعالى بقى الاصل كان ثمنه 100 105 106 يبقى انا شاري قريب من سعر الفير فاليو ولا لا؟ يبقى كانك شاري. يبقى ممكن مؤشر انه فاينانس ليز اللي مدفوع فيه قريب من ثمن شرائه بس ده مشكلته ان هو مدفوع على اقساط. يبقى ده كمان اسمه ايه؟ فاينانس ليز. اخر شرط معلش الجزء ده تاني المده الزمنيه المده الزمنيه خلاص ولا ايه؟ لا مش واضحه؟ يعني النهارده حضرتك لو انا جايب لك زي ما بقول لك ورش عمره الفني 20 سنه يعني بعد 20 سنه لازم يترمي وانت اجرته 16 سنه يبقى ده مش تاجير ده تاجير طويل الاجل فاينانس ماجوريتي اوف لايف معظم عمره كده خلاص. طب دي خلاص؟ اللي بعدها بقى الورش ده ثمنه 1,000,000 جنيه وانت مأجره 16 سنه صح كده ولا لا؟ بتدفع في السنه مثلا يعني 100,000 يبقى اللي انت جمعه كام؟ 1,600,000. هات البريزنت فاليو بتاعتها لان انت بتدفعها على اقساط فالبريزنت فاليو بتاعتها طلعت 1,050,000 1,100,000 980 قريب من المليون ولا لا؟ يبقى اللي انت دافعه قريب من قيمته الفير فاليو يبقى العقد كمان نعم
قريب من البي في نفسها. البي في قريب من الفيربال. ما انت هتجيب البي في يا استاذ هاني للي انت بتدفعه. لو لقيت البريزنت فاليو اللي انت بتدفعه قريب من الثمن يبقى كانك شاري. ها يعني البريزنت فاليو المجموع اللي بتدفعه والفير فاليو، لانك ما دفعتش كاش دفعت على دفعات. يبقى العائد ده كمان طبعا. يبقى انت كانك اصل خلي بالك بقى اللقطه اللي جايه دي، الفاينانس ليز بيعامل الاصل المؤجر كما لو كان شراء ويسجله المشتري كانه شاريه مع انه مؤجر. حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ يبقى ده اختلاف المعالجه المحاسبيه. لا مش على الورق، على الورق وبيعمل له هناك كمان. ده المعايير قال كده وده الجديد، عشان كده انا قلت في اختلاف في المعالجه المحاسبيه ما بين الفاينانس ليز والايه؟ والاوبريشن ليز. الاوبريتنج ليز بقول له رنت اكسبنس، لكن ده يوم ما اشتريه بشروط واحده من دول فبقول اسيت. واعمل له ديبريسيشن واحده واحده ونسبريت لاين نسبريت لاين. انت فاهم انا بقول ولا لا؟ ليه بقى يا عم انت؟ لان قال يا استاذ هاني يا استاذ محمد ان احنا عندنا حاجه في المحاسبه اسمها سبستنس اوفر فور. سبستنس يعني الجوهر وليس الشكل. قال لك هذا العقد بشروطه دي جوهره تملك، جوهره شراء مش تأجير. هو العقد مكتوب عليه عقد تأجير. حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ لكن مضمونه بيع وشراء، لانه بينتهي يا اما ينتهي بالتملك. يبقى هو اصلا شراء مش كده ولا لا؟ يا اما ينتهي بتملك اختياري اللي هو الشرط الثاني معايا ولا لا؟ يا اما انت الاجر اصل معظم عمره فكانك شاري وهتبيعه في الاخر كقرضه. يا اما انا مش شاريها. نعم انا مش شاريها. ايوه بس انت خلاص بقى بتاعك لمده انت حقه خلاص. سؤال، انا لو جبت النهارده انا لو جبت لك ايفون 6 ولا جالاكسي 6 مش عارف ايه وقلت لك هاجره لك 3 سنين ايفون الموضه بتاعته واحد، خلصت كده ولا ما خلصتش؟ كانك شريته ولا لا؟ ده انت بعد 3 سنين هتقول اتفضل. يا مش بضروحك ولا تملكه. يعني حته التملك ما بقتش هي الجوهر في الموضوع. المهم ان انا استفيد منه زبدا يعني ايه خلاصته. طيب لو انا هدفعه بالاقساط واجمالي اللي هدفعه قريب من ال 8000 جنيه اللي هو ثمنه او ال 7000 جنيه اللي هم ثمنه، يبقى برضه العادي ده تملك. اذا خلاصه القصه هو عايز يقول ايه؟ يقول ان توافر اي شرط من هذه الشروط يجعل هذا العقد يساوي في جوهره عقد شراء. عشان كده بس شراء مرتبط ببيع اجل، شراء مرتبط ببيع اجل. فيروح مسجل كده يقول ليزد اسيت في الديبت ليز لايبيليتي كريدت، لانه ما دفعش عليه التزام. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ دفع إذا توافر الشرط من دول. الخامس إيه؟ إن يكون الأصل ده سبيشال فيربس. سبيشال فيربس؟ يعني إيه؟ هدف مخصوص. أنا عامل لك الأصل ده بمواصفات خاصة ليك أنت تقدره. يعني مثلا بيقولوا حصل لما لقوا صعوبات في حفر قناة السويس الجديدة. الحمد لله. راح طلبوا من شركه يابانيه انه يعملوا اوناش وحفارات بمواصفات مخصوص عشان حجاره عندنا جامده شويه. عشان الحفره على الناشف. كل الضحكات دي اتسجلت، كل الضحكات دي اتسجلت. وخلي بالك الضحكه اللي بتتسجل بتتحلل وبيجيبوا صاحبها. انا كلها شريره وانا تبع تحيا بس. طيب واضح الكلام اللي بقول ايه؟ انه سبيشال بيربز يعني ما حدش تاني يعرف يستنفع من الاصل ده يا عم الرئيس، صح كده ولا لا؟ يبقى هو ده كانه تاجير تمويل. اي شرط من الخمسه؟ اي يو هاف اونلي وان، اونلي وان، واحد من الخمسه دول صح كده؟ السؤال بقى المهم، احنا خلاص
طب لو ما توفرش خلاص انت بقى اوبريتنج وتسجل كايه رند اكسبنس كل سنه المبلغ اللي هتدفعه كل سنه صح. طب هنا بقى سؤال مهم، هفترض مثال، هفترض مثال ان انت عندك اصل تمنه في السوق مليون جنيه، تمنه في السوق مليون جنيه، اه، وعمره الاقتصادي 20 سنه، دي مكنه يعني ولا وينش؟ اي مكان ماشي، وين حضرتك هتأجره 15 سنه ليز، وهتدفع فيه 120,000 كل سنه، 100,000 كل سنه لمدة كام؟ 15. هو عمره 20 هأجره 15 يبقى فاينانس. اه واحد قال اهو. عمره 20 هأجره 15 يبقى ده 75% ماجورتي اوف لايف يبقى ده فاينانس، صح كده ولا لا؟ هندفع في السنة كام؟ 100,000. تعالى نتخيل، نتخيل انه ده اوبريتنج. انه رنت. يبقى كنت هنقول 100,000 رنت اكسبنس كاش كل سنة وخلصت القصة عليك. لا هنا بقى الراجل قال لا استنى ده في شرط اهو 15 سنه، اه 15 سنه من 20 يعني ماجورتي اوف لايف يعني اكثر من 45 ممكن نشوف فاليو 15 هنا بقى ممكن نجيب واحد ثواني انت عارف لو سمحت اللي انت عارفه ما تقولهاش ليه؟ عشان هم مش عارفين فما يحصلهمش تشويش طبعا انا مقدر ان انت عارف دي حاجه حلوه يعني بس ما تسبقنيش عشان ما يتشوشوش طيب بص بقى معايا هو السؤال اللي انا بعمل شويه ايه حبه اثاره بقى وبتاع يعني عشان سسبنس السؤال اللي انا بساله لحضراتكم وما تجاوبش انت برضه معلش لما انا اسجل انا بقول هسجل ليز اسيت صح؟ سؤال ليكم انتم هل هسجله بمليون ولا بمليون ونص؟ ما انا هدفع مليون ونص ولا برقم تاني خالص؟ فين مليون ونص؟ اهو مش انا تمنه الحالي مليون؟ وانا هدفع 100,000 لمده 15 سنه يبقى انا هدفعه كفلوس مليون ونص مش ده حصيه ولا لا؟ احنا قلنا بقى مش هنقول ايه؟ مش هنقول رنت اكسبنس قلنا هنقول ايه؟ ليز اسيت انت بتسجل بكام؟ بالمليون ولا بالمليون ونص؟ هو انا مش من الاول في المليون ونص اه وده في دفاتر ايه؟ مستقبل اه مستقبل العقل ده الدرس ده الدرس ده ليه موضوعين اوبريتنج ليز وفاينانس ليز صح كده ولا لا؟ قلنا شروط بقى الفرق بينهم صح؟ طب انت بتسجل في دفاتر مين بقى؟ اللي سي ولا اللي سو؟ معايا ولا لا؟ فاحنا دلوقتي بقى هنفترض ان احنا قدام عقد ها فاينانس ليز وعايزين نبدا نقول نسجل في دفاتر اللي سي ازاي؟ هقول تاني اللي انا كتبته هنا ده. يبقى احنا في الدفاتر بتاع مين يا جماعه؟ في اللي سي. في الدفاتر اللي سي. اللي سي اللي هو المستقبل. اللي سي العقد يتصنف ايه بقى؟ يا اوبريتنج يا فاينانس العقد اللي احنا بنتكلم فيه ده قلنا بناء على الشرط ده فهو فاينانس ليز يبقى احنا اتفقنا ان هو فاينانس ايه؟ فاينانس يبقى يسجل مش كاكسبنس يسجل كاسس فهنقول نسميه قلنا ليز اسيت باسمه بقى ماشين بردي مش عارف ايه ليز اسيت طب احنا دفعنا كاش لا احنا مأجرين وهندفع على اقساط يسمى في الطرف الثاني ليز لايبلتي طب سؤال احنا هندفع كام؟ هنسجل بكام؟ زي ما قلت بالمليون ونص ولا بمليون ونص؟ بمليون ونص سجل مليون ونص 100,000 بمليون ونص نعم سجل 100,000 في السنة 100,000 في السنة؟ مش شاري اصلي 100,000 لا ما انا بدفع اصل اصل مش تدفع في السنه يبقى هيبقى على ايه على ايه هو اكسبنت احنا قلنا هنشوف عند مين الاول هنسجل عند مين احنا قلنا خلاص هو سبقنا اهو عند اللي سي مليون ونص مليون ونص عند اللي سي
مليون ونص ولا مليون والباقي ولا مليون؟ لا مليون ونص. هو عندنا اصلا هو بيتقطع ب 100,000 و15 سنه بدا يبقى مليون ونص عشان ليز لايبيلتيز دي مليون ونص. انا هدفع لك لايبيلتيز هدفع له مليون ونص بعد كده. لايبيلتيز عندي حساب فيه مليون ونص. جدع بس غلط. هقول لك لان واضح كده ان المبلغ ده فيه فايده صح كده ولا لا؟ مش كده فيه فايده ولا مفيش؟ يبقى احنا هنجيب حاجه اسمها البريزنت فاليو للليز بيمنتس. احنا غلبنا في الغريب. لا بل هنجيب القيمه الحاليه للمليون ونص اللي حضرتك بتقولوا عليها. لان المليون ونص مش هيدفعوا النهارده. ولا مش هيدفع مليون ولا مليون ولا مليون. هم 100,000 بس مش سهل. لا يبقى هنجيب البريزنت فاليو لحاجه اسمها انيوتي دفعه. دفعه سنويه قدرها ايه؟ 100,000. فزي مثلا يعني ان هي طلعت مليون و200 يبقى الاصل يسجل بمليون و200 200,000 فايده. طب سؤال بقى خطير انت اثرته من شويه. ده الدين الحقيقي مليون ونص. مليون ونص. رغم فين 300 الفايده دي بقى؟ يعني انت كل سنه هتدفع كاش. خلي بالك بقى اللي انا بقوله ده 100,000 مية صح كده؟ يعني اسمه 300 على 15 سنه. طب انت لو فضلت تدفع للليز لايبيليتي شوف انا بقول ايه؟ 100 لمده 15 سنه معناها انت بتسدد الدين قدره مليون ونص. في حين ان الدين اللي بيسجل مليون و200 بس. في معادله مش موزونه كده صح كده ولا لا؟ يبقى هنا لازم تسجل الفرق على انه فايده. يبقى انت تقول الفرق ما بين ايه؟ المليون ونص والمليون و200 300,000. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ 16 على 15 سنه يطلع 20,000 في السنه. يبقى ال 100,000 الكاش من ضمنها 80,000. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ من الدين و20,000 انترست اكسبنس. ويبقى انت كل سنه بتتحمل المصروف فوائد اللي هي فوائد التقسيط و80,000 في 15 يطلعوا مليون و200. مظبوط. يبقى انت ظبطت الليز ليبلنج. حد فاهم الانترنت؟ طب حد مش فاهم وصل ازاي ده ولا لا؟ يبقى احنا عملنا خطوتين دلوقتي. دي اول سنه. كل سنه زي كده. طب وانا مش هنعملها هناك في وسط السنه؟ اصبر بقى. احنا دلوقتي بنتكلم على الاصل وسداد. الاصل وسداد الالتزام. ده الاصل. ده سداد الالتزام صح كده ولا لا؟ انا سجلتكم اصل يبقى الاصل لازم يستهلك صح كده ولا لا؟ بس السؤال سؤال رئيسي جدا. الكميه تستهلك الاصل. نعم الكميه دي المفروض تستهلك الاصل. سؤال الاصل تسجل بكام بقى؟ مليون و200. مليون و200 يتسجل على ايه؟ يعني يتسجل على ايه؟ الاهلاك لما اجي احسبه مش انا هحلق المليون ونص ولا المليون و200؟ لا الاصل يتسجل مليون و200. مليون و200 يبقى هنسجل نقول ايه؟ ديبريسيشن اكسبنس. كل سنه لوحدها. طب الطلب الثاني الاكيوميليتد ديبريسيشن. لو افترضت ان انا بشتغل ستريت لاين قصه ثانيه مليون و200 على 15 يبقى اقسم ال 200 مليون و200 على كام؟ على 15 سنه. الا اذا هو حدد؟ لا الا اذا كان هذا الاصل ينتهي بالتمام. بس الاصل بتاعنا ده ينتهي بالتمام. لو كان بينتهي بالتملك كنت هقسم على 20 سنه. حد فاهم اللي بقول ايه ولا لا؟ يبقى قاعده واحده بقى. عشان هو تهلك الاصل على انهي مده؟ مده الاصل ولا مده الايجار؟ يقول لك حسب شروط العقد. لو الاصل ما ينتهي بالتملك يبقى انت بتستهلك الاصل على مده الايجار. على مده الايجار بس. لو لا ينتهي بالتملك. اذا كان ينتهي بالتملك على عمر الاصل. كان على عمر الاصل بالكامل لما يبقى بتاعك. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ اللي هو ال 20. اللي هو ال 20. اذا وضعنا ده هو قال الشرط ده في ال لو قال لك انه بينتهي بالتملك يبقى انت لما تيجي تقسم المليون و200 تقول على 20 سنه. لكن في مثالنا ده على 15 سنه. الحته دي ممكن يلعب بيها طبعا. طبعا.
البريزنت فاليو دلوقتي ما بقاش يشكل لنا مشكله. ليه؟ لانه بقى يتعمل مع الكالكوليتر الحديثه. البريزنت فاليو ده زمان كان جدول كده كان يقول لك فيه سنوات يب 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد 100 وفي معدلات الفايده 1% 2% لحد 20%. اقصى فايده ممكن تبقى موجوده في السوق 20%. يقول لك الجنيه او الدفعه عند معدل هنفترض ان احنا دلوقتي وقت العقد ده كان معدل الفايده 10% معايا ولا لا؟ ومده العقد بتاعي كان 15 سنه. يبقى الجنيه بعد 15 سنه يساوي كام؟ حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ ناخد الايه؟ المليون ونص نضربها في الايه؟ في المعادله. ما انت قلت هتيجي في المكنه دي. طبعا ده قلنا ايه بقى؟ الكالكوليتر بيقول لك هو بيقول لك الاماونت كام؟ اليرز كام؟ الانترست ريت كام؟ يسالك على الثلاث دول ديسكليك يقول لك البريزنت فاليو كذا. في زرار كده اسمه بي بي الكالكوليتر الجديده اللي هي الحديثه شويه. يبقى اذا الجداول اللي هي بتاعت الاحصاء اذا قصه البريزنت فاليو والجداول بتاعت زمان اتسستمت خلاص. ماشي الكلام ده ولا لا؟ معلش واحنا حسبنا هنا ليز اسيتس بمليون و200 حلو في فرق 300000 300000 قسمناهم على 15 سنه طلع في السنه 20000 دي فوائد في فرق هنا 20000 جنيه ايوه هي 300000 كلها فوائد كل سنه 20 15 سنه 300 طب ما هو ليه ما هو كده مش مساوي للي فوق فين اللي مش مساوي؟ 80 و 20 ال 120 وادي كاش هتدفع 100 كل سنه انت هتدفع 100 هضرب ال 80 في 15 سنه عايز تسال بس محدش يتكلم دماغك تتكلموا ان انا طلعت ليه؟ قول يا هو انا مش هاخد في السنه مليون و 200 تاخد في السنه؟ ازاي؟ كله السنه ده انا كله مليون 200 احنا قلنا ندفع 100 في السنه لمده 15 سنه مش العقد بيقول كده؟ العقد بيقول كل سنه هدفع 100 لمده 15 سنه مليون ونص جبنا البريزنت فاليو المليون ونص طلع بالمليون و200 يبقى انت كل سنه ملتزم بكام؟ وفق العقد بال100 ال100 دول حللناهم بقى قلنا جزء من الليس لايبلتي وجزء انت صح كده؟ انت كنت فاكر المليون و200 في السنه وصلت معايا ساكت النهارده انت؟ لا فهمتها خلاص فاهم؟ وصلت؟ شيخ نعست انت النهارده عامل لك فنجان قهوه ولا ايه؟ مالك النهارده؟ دي استراحه استراحه لا لسه مش علي ها طيب وصلت يبقى عندي ثلاث قيود في غايه الاهميه. القيد الاولاني ان انا اجيب بريزنت فاليو للفيوتشر فلو اللي هي 100000 لمده 15 سنه اجيبها بريزنت فاليو معايا يا جماعه ولا لا؟ واسجل ليز اسيت ليز لايبيلتي. القيد الثاني احسب الايه؟ الفايده. اللي انا عملته ده نموذج مبسط لحساب الفايده. ان انا قلت هستهلك الفايده بيسموها ستريت لاين. هقول حته معقده بس ارجو ما تضايقكوش. قال لك انت كده ببساطه استغلت فايده بسيطه. قلت 300000 اوزعهم على 15 ثلاث سنه مش قال لك في الواقع ده بيعملوا جدول وده الكلام دي موجوده برضه وجايه سهله اكسل شيت موجوده في البنوك والعمليه سهله. بيعمل ايه الجدول بقى؟ يقول لك انت الدين اللي عليك كله حد فاهم بيقول ولا لا؟ مش الدين كله مليون ونص معدل الفايده كام؟ 10% معايا يا جماعه ولا لا؟ طيب انت انيوالي بتدفع كام؟ البيمنت 100 مليون بتدفع 100 تدفع 100 كل سنة مش كده ولا لا؟ الدين ده لما تضرب 10 في 150 يبقى الانترست 15 بكام؟ 15000 انت بتدفع كام؟ 100 يبقى 100 دي فايدة 15 و85 من اصل المبلغ حد فاهم انا بقول ولا لا؟ اصبح المليون ونص مليون 415 حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ هي دي اللي تحسب عليها كام؟ 10% يطلع الفايده من ال 100000 ثابته الفايده مش ثابته والمبلغ اللي بيستهلك مش ثابت اقولها تاني ولا واضحه؟
تاني يا حضرات السادة المستشارين، انا في رقمين عندي ثابتين، ببدا بكام وبدفع كام في السنة؟ القرض كله او الاصل كله اجمالي هدفعه مليون ونص، صح كده ولا لا؟ انا اني ولي انا متفق لحضرتك لمدة 15 سنة هدفع 100,000. لما اخد المليون دي ونص في السنة المفروض ادفع عنها فايدة معدل كام يا عم انت؟ 10%. خلي بالك انه في فوائد 15,000 من ال 100,000، يبقى انت بتسدد من اصل المبلغ 85 بس. طب ال 85 بتخصمه من اصل المبلغ مش ال 100 اللي انت بتدفعها. وال 15 ايه فوائد؟ بقى كام المبلغ ده؟ مليون و 415. بس يا دكتور كده بعد ال 15 سنه مش هيقفل كده. هيقفل هيقفل. 85 دي. هيقفل. هجيب لك مثال لو تشوفها. هيبقى هنا الفايده بتاعتك 14,850، حد فاهم انا بقولها ولا لا؟ من ال 100 يبقى في 86 مش عارف من ايه وهكذا. يبقى انت عندك معدل فايده بيتناقص لان اصل الدين بيتناقص. لكن الطريقه اللي فاتت معدل الفايده ايه؟ ثابت، بيسموها ستريت لاين، دي اللي بتمشي. انا مش عايز دماغكم تشغلوا قوي دي حسابيا لان ده جدول بيسموه جدول استهلاك الدين. اللي هو مو جايز في البنوك وفي الشركات اللي بتتعامل مع الموضوع ده. واضح اللقطه دي ولا لا؟ مش مفروض هنا اثبت الفايده مجمله 300,000 اثبتها على نفسي؟ في ناس بيفكروا بالطريقه اللي حضرتك بتقول دي، يقول الاصل اسجله بمليون ونص، الكلام ده مش هو اللي بيتنفذ بس انا حاشا على وجهه نظري. يقول الاصل بمليون ونص، وانا ليك عندي هقول لك الليز لايبيليتي بمليون ونص. يقول لك لا الاصل البريزنت فاليو لحظه واحده مليون و200، واجي هنا اقول ايه؟ انترست ديفيرد. دي في شجره السلام 300,000 صح كده ولا لا؟ وابدا كل سنه اخد منها صح كده ولا لا؟ اثبتها عشان بعد كده اعرف اخرجها كل سنه. عشان ابدا اخرجها كل سنه. هي المعيار قال بالبريزنت فاليو بس دي. لان انا برضو يمكن شرحت لكم زمان ان الفايده ما بسجلتهاش الا بالذات ايرننج يعني تحققت. وانت في العقد لم يتحقق لان يعني لازم ماسنج اوف تايم. هي كمان الوقت. لازم مرور الزمن. ايوه. فانت بتسجل بالصافي بالليز لابيلتي بالصافي وعايز يقول لك ايه؟ لما تدفعها سجلها. وانت هنا اهو لما دفعتها سجلتها، حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ لانه ببساطه هو عايز يسجل فوق مليون ونص وتحت مليون و200 و300 لا 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 زي ما انا قلت سجل فوائد القيد الاصلي اللي هو القيد الاصلي اللي انت تقول انا عليا دين مليون ونص وطبيعي ان انا عليا دين مليون ونص. لا ده ما هو بيبص لها بمنظور ثاني. هو الدين الحقيقي بدليل ان ربنا سهل لك ودبرت فلوس ادفع كاش هدفع المليون و200 او يمكن ادفع المليون بس حد فاهم انا بقول ولا لا؟ ده بعد سنه اي واحد فينا لو عنده عربيه وجايبها تجيب تمهيدة او اللي هو على بعد كام سنه لو راح فك على فكره مش هيدفع المبلغ كله يدفع اقل هيدفع اقل من شوف الرصيد هم الرصيد يعني انا فعلا عملتها بالعربيه اللي معايا ده يقول لك بيخصم لك الفوائد ويزاك الفوائد في الاول يقول لك اول سنه اغلبها فوائد كلها المبلغ كبير ومعدل الفايده كبير وانت لسه ما سددتش منه حاجه فالقسط اغلبه يبقى باين حد فاهم انا بقول ولا لا؟ كل سنه بقى يقل شويه فالفايده تقل شويه ولو جيت في لحظه ما بيدفعش باقي الاقساط لا بيدفع لك الباقي المستحق من اصل المبلغ باقي المستحق من اصل المبلغ من المليون و200 300 دي كلها فوائد تاخير وكانك انت بتفقد الزمن فبتدفع عنه فايده واضحه دي ولا لا؟ طب العقد ده لو اوبريتنج حكايه سهله جدا نقول في ايه بقى؟ كل سنه ليز اكسبنس كاش خلص يبقى الكاش ال 100 دي ولا كله لا يحصل معايا ولا لا؟ وفي الحال اللي زي دي مين اللي هيعمل اهلاك؟ اللي صور او الاونر حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ لكن مش انا اللي اعمل اهلاك انا مجرد مستاجر عادي جدا سنه سنتين وهرجع الاصل.
حته صغيره هنا برضو لو انت شغال اوبريت انجليز يقول لك لو شغال اوبريت انجليز فده اكسبنس عادي فيطبق عليه مبدا الاستحقاق بمعنى انك لو ما دفعتوش هتقول اوبريت انجليز اوبريت انجليز يا ابويا حد فاهم انا بقول ايه ولا لا حاجه كمان في اساس الاستحقاق يقول لك انك بتوزع بين السنوات يعني ايه مثلا انا رحت اجر القصر ده ايجار عادي مش ايجار فاينانس وقال لي هديك شهر مجاني يبقى انا مش هدفع مليون و200 هدفع مليون و100 حد فاهم يقول ولا لا سكاونت يعني شهر مجاني عشان شجعني يعني سكاونت هنا هدفع مليون و100 مش مليون و200 اول شهر ما دفعتش صح معناه انا مش مسجل رنت اكسبنس قال لك لا 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 غلط لازم توزع المليون و100 على ال 12 شهر حد فاهم انا بقول ولا لا استحقاق محاسبي فاهمين انا بقول ايه ولا لا تاني الحته دي اللي انا بحكيها دي لو انا بتكلم على اوبريتنج ليز اوبريتنج ليز يبقى اشتغل اساس استحقاق يبقى الاستحقاق بيقول انا بسجل بناء على اكرول بيز اللي دفعته تقسم على المده صح تعالى نستعرض السلايدز بتاع اللي لسه عندنا نص المعيار اللي احنا لو بنتكلم في دفاتر مين بقى اللي يصور المؤجر هيعمل ايه في العقد ده لانه اللي يصور وهنقول بعد البريك اللي سي سجله كاصل كانه اشتراه يبقى اللي يصور لازم يسجله كانه ايه اتباع صح كده ولا لا ده الكلام ده بعد البريك تعالى بقى ناخد الايه السلايس بتاع اللي سي بس ونشوف الدنيا ماشيه ازاي وبعدين نعمل البريك يبقى اللي سي بقول لك يا دكتور هو بالنسبه للبريك رقم 4 ايه ليز بيمنت ايوه تحديد البريزنت فاليو دي في بدايه العقد بسعر الفايده عند التعاقد بدايه مده العقد بالظبط فبيقول لي هو هنا في الاجنده اوبجكتيف سكوب اند كي ديفينيشن اوف اي اس 17 الهدف والنطاق والتعريفات الاساسيه كلاسيفيكيشن اوف ليزز اللي هي تصنيفات انواع عقود الايجار اكاونتنج باي ليسيز في دفاتر مين؟ المستأجر اللي احنا لسه قايلينها. بقى اكاونتنج بقى الليسور لسه ما قلناهاش. وهنشرح حاجه اسمها سيل اند ليز باك. التأجير وثم عاد البيع ثم عاد التأجير. سيل اند ليز باك يعني البيع ثم عاد التأجير. وبعدين نتكلم عن الديسكلوزر ريكوايرمنت والاوبريتنج ليز انسنتيفز. بالمناسبه قبل ما ننقل انسنتيفز يعني حوافز. حوافز او تحفيز. الاوبريتنج ليز انسنتيفز يعني حوافز بالمناسبه نسيت اقول لكم ان في القانون المصري لا يسمح بالفاينانس ليز كل العقود عندنا تسجل اوبريتنج ليز بس ده بسبب القانون ولذلك احنا قلنا المعايير المصريه خرجت عن المعايير الدوليه في ثلاث حاجات حاجه انا قلتها لكم قبل كده في اي اس 16 مفيش ريفالويشن صح فاكرين اما قلت لكم مفيش اعاده تقييم للاصول الا بقرار استثناء من مش عارف ايه الحاجه الثانيه هنا العقود كلها تسجل على انها ايه اوبريتنج ليز يعني اكسبنس عادي جدا ومفيش مشاكل بقى اللي احنا بنتكلم عنها دي على الرغم انه في انواع ونماذج مستحدثه اللي هي زي قلنا العربيات عشان كده بقى مفيش عقد صريح اسمه تأجير تمويل مع انه بقى في شركات في مصر اسمها شركات التأجير التمويلي وبتعمل كل حساباتها على ان هي تأجير تمويلي لكن بتسجله في الدفاتر على انه ايجار عادي ده القانون المصري هو اللي بيسمح او بيمنع ده ماشي الكلام طيب صعب لان الموضوع ده منتشر وفي شركات كتير قوي شغاله في الموضوع ولذلك مثلا احد القوانين الماليه المحترمه اللي انا شفتها كان عاملها حازم حسن كان شركه مالتي ناشونال فعندها عقود فاينانس ليز فكاتب المعالجه وجايبها في الديسكلوجر في صفحتين جورنال يعني حوالي 15 صفحه عاديه قايل ايه؟ ان النوع ده بتسجل اوبريتنج ليز عشان القانون المصري وان المعالجه وفق المعايير الدوليه تستقضي كذا وراح مغير بقى كل الاصول وقال لك لازم تعمل ادجستمنت للايه للاسيت وتعمل ادجستمنت للريفينيو كل ده ليه عشان القايمه دي لما تروح للشركه الام هيعمل كونسوليديشن معايا ولا لا وكانه مديله
التمهيد اللي يخليه يظبط حساباته حد فاهم، لانه ما يصحش يروح هناك في انجلترا في الشركه الام ويقول ده انا هعمل اوبريتنج ليز، المراجع الكبير بتاع الشركه اللي هناك هيقول الكلام ده، فبينوع في الديسكلوجر. وعشان هو راجل متمكن قال لا مش مجرد ان نوع ده حسبها له كمان، يبقى هو عمل له كل الادجستمنت اللي هتعمله. يعني هو كان ممكن يكتفي بالتنويه ومين اللي يعمل الادجستمنت اللي هناك، بس هو عشان محترم فبيديله المعلومه جاهزه. يعني ما ينفعش تطبق القانون المصري ان انا اطلع ميزانيه فيها عمليات تجاره تمويل. اه ما ينفعش. ما ينفع لو شركه محليه. شركه محليه اه ما ينفع لانه القانون بيمنع. القانون بيمنع. ولو شركه غير حضرتك القانون نفسه سامح ان الشركه دي تعمل تمويل تبقى موجوده، ومع ذلك ما بيستقبلوش تاجيل تمويل. طبعا هو دي اللي احنا الحاجات اللي احنا بننادي بيها ان هناك يعني تناقض وتعارض زي حاجات كتير في البلاد دي يعني، وانه تاجير التمويل اصبح من الحاجات المستحدثه جدا اللي بتسهل التعامل. التاجير التمويلي ميزته ان هو سهل عمليات بيوع التقسيط. الشركات بتاعت البيع التقسيط كانت بتتحرك. خلي بالك ليه بقى؟ لو انت حتى لاحظت انه في بيع التقسيط بتاع العربيات انتشر جدا لانه كله تمويل بنكي. حد فاهم انا بقول ايه؟ ولا يعني معرض السيارات ما بيتحملش الريسك، بياخد فلوس كاش من البنك، والبنك هو اللي شغلانته المتابعه دي وفاهم القواعد، فهو اللي بيتحمل الريسك. فده لولا ذلك، ولذلك زمان كان عمليه البيع بالتقسيط كانت صعبه جدا، ويقول لك ادي اتنين ضامنين وقد مش عارف ايه وضمان ايه، وكان تحس انه هيكلبشك عشان تشتري عربيه بالتقسيط. دلوقتي بالبطاقه ومع اي بنك حساب، والبنك بقى يتصرف معاك لانه البنك لعبته الريسك، هو بيشتغل على الحكايه دي، هو بيخاطر في كل حاجه وما بيطلعش خسران ابدا ابدا، ما تقلقش يعني. طيب ذا اوبجيكتيف اوف اي اس 17، الهدف من هذا المعيار is to prescribe انه يوصف لنا for leases او leasers في دفاتر leases والleasers the appropriate accounting policies السياسات المحاسبية الملائمة and disclosure وكل الافصاحات to apply in relation to finance and operating lease والمتعلقة بعقود التأجير التمويلي والعادي. طيب lease، شوف بقى تعريف lease definition، شوف المصطلح القديم كان اسمه ايه؟ رنت. معايا يا جماعه ولا لا؟ ليز از ان اجريمنت بتوين واحد اسمه ايه؟ ليسور. وده مين يا عم؟ ذا اونر اوف ان اس، ده مالك الاس. الليسي والمستاجر، ده اليوزر اوف ان اس، ده المستخدم. العقد بيقول ايه؟ ذات كونفي، ينقل ذا رايت تو يوز سبيسيفيك بروبرتي، حق استغلال اصل معين for a stated period عن فترة of time in exchange في مقابل stated payment مبالغ مدفوعة معينة. ده الديفينيشن بتاع الليز ديفينيشن. IAS 17 apply to all leases other than، دي اللي خارج نطاق المعيار، كل عقود التأجير إلا الآتي: lease agreement for mineral oil and natural جازس، دي لان دي اللي انت بتسموها حقوق الانتفاع، البترول والمعادن والجازس كل دول ناتشرال ريسورسز اللي هي معالجه خاصه بمعيار. لايسنس يبقى لا يطبق عليها العقد بتاعنا. لايسنج اجريمنت فور فيلمز فيديو بلايز، عقود الافلام والمسرحيات برضو لا تخضع لهذا المعيار. مانسكريبتس اللي هي حاجة ليها علاقة بالأفلام السينمائية يعني. فيديوز بلايز مانسكريبتس زي سيناريوهات. ايوه عقود السيناريو. ايوه عقود السيناريوهات. بيتنت براءة الاختراع، كوبي رايت حقوق التأليف ان سيميلر ايتم، كل دول خارج نطاق المعيار. كمان خارج المعيار كل دول the following lease asset IAS doesn't apply، لا يطبق as the basis for measurements for the following lease assets. الاصول دي لو متاجره لا ينطبق عليها، كل ما ينطبق property held by lessee اللي هي IAS 40 اللي هي investment property، العقود investment property by lessor سواء عند lessee او عند lessor، البيولوجيكال asset برضه سواء عند lessee او عند lessor، احنا خارج نطاق هذا المعيار. طيب
احنا بدل ندفع مقابل حاجه اسمها مينيمم ليز بيمنت عند اللي سي، اللي سي بيدفع حاجه اسمها مينيمم ليز بيمنت زي ار بيمنت. خلي بالكم المينيمم ليز بيمنت ممكن قلت انا حاجه واحده او ثلاث حاجات لو انتوا فاكرين. حاجه واحده اللي هي البيمنت اوفر ليز تيرم، هي المبالغ المسدده طول فتره التاجير. ليز تيرم يعني فتره التاجير. ذات ليسي is or can be required to make الذي يقوم بها الليسي بلس حاجتين. ايه هم بقى الحاجتين؟ any amount guarantees المبالغ اللي بيضمنها لسور or by party related to الليسي اي مبالغ متبقيه او amount of bargain purchase option او مبالغ التي ترتبط بالبارجن بيرشيز اوبشن. طيب يعني ايه bargain purchase option؟ بص لو سعر السوق اقل اهي بالظبط كده اللي بيقول لك فيها ايه. allow بيسمح اللي سي للي سي to buy an asset ان يشتري الاصل at a price بسعر significantly lower، مش بس lower، lower بدرجة عالية ملموسة than the fair value when the option exercisable لما الاصل او لما ينفذ الجارانتيد ريزيديوال فاليو اللي هي كانها قيمه الخرد ده. جارانتيد ريزيديوال فاليو القيمه المتبقيه از اماونت جارانتيد باي لي سي المبالغ التي يضمنها الجارانتي اللي سي تو لي سور للي سور فور استيميتد ريزيديوال فاليو في اسيت للقيمه المتبقيه الاصل. يعني ممكن يبقى احد شروط العقد انه انت هتاجره 15 سنه بس انت تضمنه لي تديه لي كخرده فيما لا يقل عن 20,000 على اساس ان انت ما تاخدش الاصل برضو وقبل ما تسيبه له تدمره تبوظه يبقى لازم له قيمه منفعه. طيب العقود عندي عقود الليزز نوعين قلنا فاينانس ليز واوبريتنج ليز. ايه هي الشروط؟ طبعا عقد الليز كلاسيفايز از فاينانس ليز، عقد الليز يتصنف على انه فاينانس ليز اف it transfers substantially all the risks and rewards لو انتقل من خلاله كل الريسك والريوردز incidence to ownership all other lease are classified operating ما عدا ذلك يبقى ايه operating. بص يا عم انت بقى الشروط الخمسه incidence اهو classification of lease كنت بتقول بشكل عربي خمس متكل فعلا هتلاقيه موجود. لا لا مش موجود. موجود مقطوع مقطوع بص عليه هذا كابريس صفحه 6 تحت في النص هو يمكن خارج ال صح رقم يمكن شالوه في المعيار. لا ما شالوهوش اهو موجود اهو صغر بس نكتبها هو يمكن عشان خارج بره السلايدز فما متصورش ابقى اكتبه معايا. تعال نقرا واحد واحد هنقراهم واحد واحد مع بعض هنجيبه ما تقلقش. طيب نقرا وبعدين لما نجيبه نجيبه ماشي. ذا ليسي ترانسفير اونرشيب ده اول حاجه معانا بقى ولا ينتهي بنقل الملكيه of asset to lessee للي ايه للمستاجر. الشرط الثاني the lease the option to purchase the asset at a price بسعر ها هو 6x sufficiently lower than the fair value اللي هي البارجين بارجين. الشرط الثالث انك الليز تيرم فتره الايجار major part of economic life معظم عمر الاصل اللي هو اكتر من 75%. اللي بعديها at the inception of lease وفقا لعقد العقد present value اللي هي البي في of minimum lease payment amount are substantially all the fair value. اذا المبالغ اللي بشكل جوهري تشمل الفير فاليو يعني عايز اقول لك ان انت تدفعه البريزنت فاليو بتاعه قريب جدا من الايه؟ من الفير فاليو. فاكرين لما قلنا المليون؟ نعم؟
نير ايوه من الفيرفالي. اخر حاجه انه ايه زليز ازت ار سبيشاليزد ان نيتشر، ذات طبيعه ايه اللي انا قلت عليه ان انت بتصممه بشكل مخصوص انه ما حدش تاني يقدر يستخدمه. معايا يا جماعه ولا لا؟ عايزين كده مصممه يعني. حاضر، عايزين نكتبها؟ نكتب اهي الليز اسيت ار اوف سبيشاليزد نيتشر كفايه such as such that only the lease can use them. الليسي الوحيد only the lease can use them without major modification. ان الوحيد اللي يقدر يستخدمه هو مين؟ الليسي، من غير ما يعمل بيها تعديلات، لان هي هو متصممه له مخصوص، متصممه له مخصوص الليسي اللي هو المستاجر. ادي الشروط. بيقول لي في بعض المؤشرات other situation that might also lead to classification finance lease. في بعض الشروط يعني بعض الاحوال طبعا لا يعترض بيها قوي، لكن ممكن يقول لك شويه حاجات لو اتجمعوا مع بعض ممكن تصنف العقد برضو على انه finance lease. اول حاجه if the lessee is entitled to cancel the lease. The lessor losses associated with the cancellation are borne by lessee. يتحملها. يعني لو مكتوب شوف ده شرط تاني خالص. بيقول لك ايه؟ في حالة إذا لو مكتوب في العقد كده وفي حالة إخلال المستأجر بشروط العقد وأن يتولد عليها خسارة يتحملها المستأجر. حد فاهم أنا بقول إيه ولا لأ؟ يبقى هو لو كتب كده ما مضمونه انه لو لغى العقد وفي خسائر هيتحملها مين؟ وكانه عقد طويل الاجل بيأبد فيه، بيقول له خلي بالك لو فكرت في يوم تلغي العقد ده اي خسائر انت اللي هتشيلها. يبقى ده نوع من مؤشر برضو على ان العقد ده ايه؟ فاينانس ليز. جينز اور لوسز ده غير الخمسه بتوعنا. ايوه بيقول لك اذر سيتويشن، دي رخامه من المعيار بتاعنا على فكره يعني، معلش القصه بقى. بالمناسبه حضرتك في الواقع العملي وفي ناس مسؤولين عن عدار العقد كده ويفضل بقى يفتت فيه يقول ده العقد ده يصنف كذا، بس برضو مش عندنا احنا، قلنا كله عندنا ايه؟ رينت. gains or losses from fluctuation in fair value of residual fall to the lessee. fluctuation يعني التقلبات، الأرباح والخسائر الناتجة عن تقلبات الفير فاليو القيمة الحالية للريزيديوال فول تو ذا ليسي، بتروح للليسي فور اكزامبل باي مينز اوف ريبيت ليز بيمنت. وكما لو كان انه التقلب في سعر القيمة المتبقية ده لصالح الليسي برضه يقول لك العقد ده ممكن يبقى. طب ودي يعني سيل اشرح لنا الحتة دي. يعني عايز يقول له ايه؟ انت هتأجر اصل فترة طويلة صح؟ طب لو ربنا سهل مثلا ده كان مبنى والمبنى ده ضرب فوق او نزل الارض ضرب في السعر او نزل الارض فلكتويشن، لو اللي هيشيلها اللي سي برضه مع نفس الفكرة، يبقى العقد ده برضه فاينانس ليز. يعني في الاخر عايز يحمل الريسك او الريوردز على اللي سي. لو انت لاحظته الكلام ده كله بيدور في فكرة ايه؟ ريسك تحمل الريسك والريوردز للي سي، يبقى ده على الشراء. ما هو طالما ما هو هو على فكره في القانون والكلام ده مهم جدا، يقولوا الحيازه سند الملكيه، احنا بقى في المحاسبه نقول الريسك والريوردز سند التسجيل الاصل المحاسبي. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يعني مش شرط انك تمتلك الاصل عشان تسجله محاسبيا. القانون يقول لك اللي يملك يعني دي معاك اهي يبقى بتاعتك صح كده ولا لا؟ لا، احنا المحاسب اللي بيتحمل الريسك والريوردز يبقى هو مالك الاصل. يعني ممكن يبقى عنده بتاعه في المخزن والريسك والريوردز على البائع لسه، يبقى مش بتاعتي. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ هي دي الفكره. الجوهر المحاسبي غير الجوهر الايه؟ القانوني.
Zalisi has ability. Zalisi, sorry. Zalisi has ability to continue to lease. إنه لو من حق اللي سي إنه يستمر في عقد الإيجار for secondary period لمدة أطول at rent بسعر إيجار substantially lower than market rent. يعني هو عقد رنت عادي خالص. بس من حق المؤجر ان يمد فترة الايجارة مدة اكبر بسعر اقل كتير من السوق يبقى ده عقد نقدر نسميه كابيتال فاينانس لي. يعني الراجل ده 15 عقد يمد ل 20 يعني ايه؟ يعني انا مؤجر منك مثلا الشقة دي او مكنة دي الشقة دي بألف جنيه في الشهر لمدة خمس سنين فترة قصيرة. فأنا بسجل رنت لو مكتوب في العقد إن أنا كليسي من حقي أمد خلي بالك خمس سنين تاني بنفس السعر اللي هو فعلا هيبقى أقل كتير منين لأنه بعد خمس سنين. يعني أنا هذا الموقف أنا عاصرته في بداية حالاتي في بداية حياتي أنا عاصرت هذا الموقف. يعني أنا كنت ساكن قبل ما أسكن في الشقة اللي أنا فيها دي ساكن قانون جديد إيجار كانت فين؟ في المساكن بتاعة القوات المسلحة اللي ورا مسجد الرشدان. امتداد رمسيس. برافو عليك. قعدت في امتداد رمسيس دي 10 سنين على فكرة من عمري في بداية جوازي. كنت واخد الشقة ب 500 جنيه. إيجار كان ساعتها الكلام ده كان 98 يعني لسه طالع كان القانون طالع لسه جديد و500 جنيه كان مبلغ محترم وكان مكتوب فيه ان انا ممكن فعلا ان انا انا اشترطت ضروري لان انا مش هقعد كل خمس سنين اقلب ان انا من حقي لو انا رغبت امد خمس سنين بدون زياده والراجل كان ربنا هديه كده ساعتها ومضى وفعلا انا مديت الخمسه التانيين. انا سبت الشقه وهو كانت ال 500 دي كان اللي زيي بيأجر ب 2000 بس عشان كان عقد فتقدر تسمي ده كانك مالكها بقى ده انت انا كنت قاعد فيها ب 500 والناس بتدفع 2000 و2000 ونص حواليا حد فاهم انا بقول ايه ولا لا قدام المعرض وكان الصينيين بيدفعوا والله 4000 كمان لان كانوا بياخدوها 10 صينيين مسكينه كده وكانت ريحتهم بتبقى معفنه المهم يعني فاذا انا بس بحاول اقرب الفكره. انت بقى سبت الشقه في الخمس سنين دول وراح في البيت في الشارع في الخمسه التانيين كنت بقى بشطب الشقه اللي انا ما عليك انت في النص والقانون ده حضرتك من حقك تتملك الشقه نعم لا يبقى عقد ايجار لا عقد ايجار بقول لك بقى ساعتها النوع ده كانه فاينانس هو قيمه من الحقيقه بتاعت الدراسه بقت قليله جدا ماذا لو بقى ماذا لو ده بقى العادي ده كان فوريفر كمان بقى يعني يحق المستاجر ان يجدد مددا اخرى ما خلي بالك معايا حتى في السياسه بس بره الموضوع مبارك لما جه عدل فتفوته في الدستور بتاع السادات تعرفين انه في عصر جمال والدستور الاولاني قبل ما يتعدل كان انه الرئيس له مدتين بس السادات عدل تعديل صغير قوي في الدستور قد كده المدد مش مدد مدد اخرى مدد اخرى يعني حد ما يموت فجت لمصلحة مبارك فضلت مدد اخرى مدد اخرى قعد بيها 30 سنه السادات ما استفادش بيها هو عملها وما استفادش بيها اتضرب مبارك هو اللي استفاد بمدد اخرى دي فتخيل بقى ان العقد كان مكتوب بدل مده اخرى انا كان مكتوب مده يعني خمسه كمان لكن لو كانت مكتوبه مدد اخرى يتخيل انا لحد النهارده كنت افضل قاعد فيها بايه؟ وعقد والعقد شريات يبقى ده كان مالكها ولا لا؟ مدد اخرى يعني فور ريفر اند نيفر والعقد شريات المدد بس انا ما كنتش ناصح ساعتها كنت كتبت مدد اخرى ولا كان الواحد يعرف حاجه عن الزمن ولا الراجل نفسه اللي كان بيأجر لي فاكر ان الدنيا كانت هتسيب انا كنت رحت جبت ذهب بالشيء انا عارف لو واحد عارف الحاجات كتيره ما علينا طيب كلاسيفيكيشن اوف ليزز عايزينها كيس استاد الصغيرة كده وبعدين هنتكلم عن السلايد المهمة بس علمنا على دكتور لكن مش مهم خلاص عديه
كيس ستادي 1 دي حاله بسيطه جدا. بيقول لك شركه انتر انتو اليز اجريمنت دخلت في اتفاق اون جولاي 1 في 2006 ذات ليس فور 7 يير ذا اسس ايكونوميك لايف 7 سنين ونص. يبقى خلطه واضح كده. فير فاليو اوف ذا اسيت 5 مليون. العقد قيمته كام؟ 5 مليون. الليز بيمنت 450,000 ار بيبل افري 6 مانثس كومينسينج جانيوري 2007. هيدفع 450,000 خلي بالكم لمده 6 شهور. 6 شهور لمده 7 سنين يعني 900 يعني هيدفع كام؟ 900 في السنه في 7 صح كده ولا لا؟ 7 في 9 بكام؟ 6 300 هي ثمنه كام؟ 5 مليون. بريزنت فاليو اوف مينيمم ليز بيمنت 4.6 من 10 مليون. المبلغ ده اللي هو 6 300 جابوا بريزنت فاليو طلع 4.6 من 10 قريب من 5 مليون اهو. ذا ليز بيمنت ويل اوريجينالي ديو تو كومنتس اون جانيوري اون جولاي 1 2006 بات لي سور هاز اجريد تو بوستبون ذا فيرست بيمنت until January 2007. العقد كان ممكن يبدأ في جولاي 1 2007 ولكن الرجل وافي يأجله لجولاي 1 2007. The asset was received مصبون يعني يأجل العقد ليناير 1. Required describe how the lease agreement should treatment for the year. انت هسجل العقد ده على انه ايه؟ طبعا finance lease لكذا شرط. اول حاجه انه الليز لايبيليتي شود بي ريكوجنايزد. ليز از فاينانس ليز. ثاني فقره بيقول ايه؟ ليز از ا فاينانس ليز بيكوز ات از فور سبستانشلي اول ذا اسيت ايكونوميك لايف. البريزنت فاليو كمان 92% يعني شرطين موجودين. مده اكبر من 75% والقيمه الفعليه اكتر من 92%. لا احنا بس بنقول خدنا المزيد يعني. هننقل بقى على المعالجه المحاسبيه. اكاونتنج باي ليسي احنا هنقول بسرعه. فاينانس ليز ذا فولوينج برنسبل شود بي ابلايد ان ذا فاينانس ستيتمنت اوف ليسي. كومينسمنت اوف ليز تيرم فاينانس ليز شود بي ريكوردد از ان اسيت اند لايبيليتي. ده احنا قلنا اهو از ذا لور اوف فير فاليو and present value of minimum lease payment. بسجله بالقيمة الأقل من ال present value والفير فاليو. ال present value of minimum lease payment discounted as the interest rate implicit on the lease أو if practicable entry the entity incremental borrowing rate. الحتة دي عايز أقول إيه؟ ساعات العقد يبقى مذكور فيه معدل الفايدة أو معدل الفايدة السائد في السوق. إحنا إيه لازمة معدل الفايدة هنا؟ بنجيب البريزنت فاليو بديسكاونت ريت معايا ولا لا؟ مش احنا بنجيب البريزنت فاليو؟ مش احنا قلنا الاله هيطلب منك ثلاث حاجات. هيطلب منك المبلغ والمده ومعدل الفايده. يبقى معدل الفايده قال لك لو في معدلين فايده بناخد المعدل الاقل ذا لور الاقل. طيب ذا فولوينج برنسبلز شود بي ابلايد ان ذا فاينانشال ستيتمنت. فاينانس ليز بيمنت شود بي ابروشنت بتوين فاينانس تشارج اند ريدكشن اوف اوتستاندينج لايبيليتي. دي مضمونها ايه؟ انا بوزع المبلغ ما بين الفاينانس تشارج اللي هي الانترست وريدكشن اوف ذا اوتستاندينج لايبيليتي. جزء تخفيض من اصل المبلغ وجزء فوائد. يعني خلاصه القصه دي ان انت بتدفع المبلغ اللي انت بتدفعه كليز بيمنت اللي هي دي جزء منه ايه؟ برنسبل وجزء منه انترست. كل الكلام ده خلصته كده. حد فاهم انا بقول ايه ولا زي ما قلنا ايه لو انتوا فاكرين ال 80 و 20 المية اللي بتدفعها 80 من البرنسبل من اصل المبلغ وال 20 الانترست. تمام. مثال اهو اسيوم ذات كمباني انتر ان ليز اجريمنت اون جانيوري 1 2005 ذات ستيتد هيدفع 20,000 for 5 year on January 1 of every year starting on 1 January 2005. العقد بيقول ايه؟ ان احنا هندفع 20,000 لمدة 5 سنين في 1 يناير من كل سنة بادئين من 1 يناير بتاع السنة دي. 10% 10% incremental borrowing rate
معدل الافتراض 10%. الاسيت لايف 10 years and ownership transfers as end of lease. طالما الاونرشيب ترانسفيرد يبقى العادي ده ايه؟ فاينانس ليز، لان الملكيه ستنتقل. يبقى ده اول شرط. على طول تروح جايب البريزنت فاليو اوف ليز بيمنت، هتطلع خلي بالك هو يدفع 20,000 لمده 5 سنين 100,000. لما نجيب البريزنت فاليو طلعت 83,398. از ذا بريزنت فاليو اوف 20,000 فور 5 يير ويز 10%. الثلاث حاجات اللي بتعوزهم الآلة هم طلع المبلغ كام؟ 83. يبقى احنا لما نيجي نسجل نسجل بكام يا عم انت؟ ب 83. مثال تاني موجود عندهم كيس ستادي بنفس الكلام. بيسجل ازاي يا حضرات؟ الاول يسأل، انا اقول دي بسرعة بقى لان ده مكرر. ownership transfer العقد no، written bargain no، substantially fair value yes. يبقى اذا الميجر بارت 10 years من 12 years، يبقى في شرط شرطين موجودين. يبقى العقد ده يتسجل ايه؟ زي ما انت شايف كده البريزنت فاليو اهي جبناه اهي. معايا يا جماعه ولا لا؟ المثال موجود قدامكم. هسجل فيكسد اسيت ليزد بروبرتي وليابيليتي بال 33. خلي بالك هو هيدفع 5000 جنيه. والعقد ده قدامنا الاول، ارجع كده الصفحه اللي قبلها هتلاقي العقد كان عباره عن ان العقد ده هيدفع كام؟ 5000 جنيه لمده كام؟ 12. ده بسرعه كده. بيتا ليسور امبليسيت بورنج ريت 10% تو اوميجا، اوميجا انكريمنتال بورنج سوت 11%. ذا فيرست بيمنت بيجينينج فيرست يير. ذا اسيت ايكونوميك لايف، لا الاسيت عمره كله 12. Fair value of the asset 34,000. The lease required Omega to pay 800 annual extraordinary cost. The lease doesn't transfer ownership. هنا ما جابش سيرة المدة، صح كده ولا لا؟ هنا بيقيم العقد بناء على ايه؟ هنا من كده فين؟ present value 10 period. يبقى انا عندي 10 سنين من 12 سنة بمعدل فايدة مرة 10 وادي 11. طب احنا بناخد القيمه، لو قلنا ناخد الاقل ولا ايه؟ نعم بمعدل 10% الاقل. ايوه هنجيب البريزنت فاليو ال 5000 في القيمه الحاليه. هو هنا مشكور انا هيجي قال لي القيمه الحاليه للدفعه عند معدل 10% 6,759. يبقى ال 5000 تضرب في 6,759 تطلع ب 33,000. يبقى احنا هنسجل الاصل ب 33,705. فعين هو قيمته السوقيه على فكره 34,000. لو رجعت هو قيمته 34,000. هو قيمته 34,000 اهو، لكن لما جبنا البريزنت فاليو طلعت 33,795. نكمل بقى اخر كلمه صغيره خالص، ان احنا عشان بس ناخد البريك على الجزء الثاني، ان احنا نعمل ديبريسيشن اوف ليز ذا اس. Since there is no asset recording in books of lessee, it must be depreciated. Since there is now an asset, طالما ان هناك اصل اتسجل في البوكس اوف lessee يبقى ايه؟ it must depreciate it. طالما انك سجلته اصل يبقى لازم تعمل له ايه؟ اهلاك. And it will be depreciated using the same depreciation policies that the economy use for similar assets. وهنستهلكه بنفس الطريقة للأصول المشابهة. يعني لو كنت بتشغل straight line يبقى تشغل straight line. Declining and declining. The main issue are calculation of depreciation amount and determination of useful life. القضية كلها في useful life. واحنا اتفقنا ان لو الأصل لو ينتهي بالتملك هيبقى useful life كاملة. لو الاصل لا ينتهي بالتملك يبقى اليوسف لايف هي ايه؟ ليز بيريد، مده الايجار. برافو عليك. ناخد البريك ونتكلم عن الليسو. Anyone? Mm-hmm.
دي ما استخدمهاش في حاجه، دي مصر دي مصر. على تسجيل على السنه بقى، دي كانها اكسبنس عادي. طب دي ليها تسجيل حضرتك؟ هيبقى اكسبنس بقى، لا دي مفروض تسجيل عادي. نكمل مع بعض. احنا كنا وقفنا عند ان الاصل بيتسجل زي ما قلنا بالشكل ده، فيكسد اسيت وليابيليتي في الطرف الثاني. بعدين قلنا انه بنعمل ديبريسيشن، وركزنا في الديبريسيشن على جمله مهمه جدا في الشريحه اللي بعدها. بتقول ايه؟ بتقول انا بعمل الديبريسيشن اكوردنج ذا شورتر، المده الاقل من الليز تيرم او اللايف. امتى؟ في حاله ان العقد ده بينتهي بالايه؟ لا ينتهي بالتملك، فباخد المده الاقل ما بين اليوسفل لايف وما بين الليز تيرم. يعني الليز تيرم تبقى هي المده الاقل، فانا بعمل الاهلاك عليها. ماشي الكلام؟ طيب لكن لو بينتهي بالتملك هو اشتغل على الليز في اللايف كامل. طبعا بسجل الليز لابيليتي بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها من شويه، بنحسب الانترست وبقى الانتري كده اهو، ادي الكاش اللي بيدفع، انترست اكسبنس جزء وليز لابيليتي جزء. فاكرين الانتري ده؟ اللي هي 80 وال 20 زي بالظبط كده. بعد كده اتكلمني عن الاوبريتنج ليز، احنا ما زلنا في دفاتر الليسي. وقال الاوبريتنج ليز اي عقد لم يتوفر فيه شرط من الشروط دي يا استاذ هاني يتسجل على انه اوبريتنج ليز. وقال ان الاوبريتنج ليز فور ذا ليسي اورجنايزد از ان اكسبنس، كعلى انه ايه؟ مصروف، وبتسجل انكم ستيتمنت اوفر ليز تيرم از ستريت لاين بيز، كل سنه بنفس المبلغ ستريت لاين في الانكم ستيتمنت از اكسبنس. وقال لي خلي بالك ما تنساش ان انت بتطبق الاكروال بيز اللي انا قلت عليها، في حين انه لو كان عندك ريدكشن في الانكم او الليز اكسبنس. وده المثال ان انا بقسم التوتال اماونت على الليز تيرم واطلع المنصري. فاكرين لما قلنا، وده هنا في مثال اهو، خش على طول، اسيوم ذات فور اير ليز رنت 120 بير مانس، الايجار شهري كام؟ 120. بس قال لي هوفر ذا فيرست مانس فري فور ليز ليسي، شهر مجاني، يبقى هو اداله كام؟ 120 على 11؟ 120 على 11 بالظبط كده، مع ان هو بيدفع في الشهر 120، بس اول شهر مش مفهوش دفع. معايا يا جماعه ولا لا؟ الصح بتاعنا بقى ان احنا نقسم ال 120 على 11، يبقى هيدفع، لا مش 120 على 11، 120 في 11 يجيب المبلغ كله على 1320، هي دي بقى تقسم على 12 هيطلع كل شهر. حد فاهم انا بقول ايه ولا القيمه الحاليه؟ ايوه، لا مش القيمه الحاليه، المبلغ اللي يدفع مانثلي او انيوال على حسب. يبقى كل شهر هيتحمل. طب اول شهر ما دفعناش، خلي بالك معايا، نقول رنت اكسبنس رنت بيبل. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ وبعدين بدايه من الشهر الثاني بقى هندفع 120 كاش. رنت اكسبنس ب 110 عشان الشهور يبقى زي بعض، وال10 تتخصم من الرنت ايه؟ بيبل. على مدار ال 11 شهر يخلصوا ال 110. حد فاهم الحته دي؟ تاني يا عم هاني. لا والله ولا حاجه. المفروض ان العقد بتاعتك 120 في الشهر، بس اداك شهر فري. حلو. يبقى انت اللي هتدفعه فعلا كام؟ 120. 120 في 11. اللي هتدفعه في السنه كلها كام يا عم هاني؟ 11 شهر. 11 شهر ب 120 ب 1320. للعداله اكروال بيس هنقسم ال 1320 على 12، يبقى الشهر اللي نصيبه كام؟ 110. اول شهر انا ما دفعتش كاش لانه ده شهر فري، بس هحمله نصيبه من المصروف او الرنت اكسبنس للرنت بيبل. رنت بيبل يعني لو لسه ما دفعش. طب الشهر الثاني رنت اكسبنس 110، لكن هو هيدفع كام؟ 120. الفرق ده يجيبه منين؟ من الرنت بيبل.
لمدة 11 شهر يبقى ريد ريبر هيسبح بعد كده بتصبح. يعني هنقسم 110 دول على 11 شهر. ال 110 دول هيتقسموا على 11 شهر كده. المدة اللي هتدفع. بالظبط كده. وكده حصل تساوي في السنين ان كل سنة متحملها ب 110 بس اكرول بيز ده مش المعيار ده فكرة الاكرول بيز. والا المعدل اسهل كتير يا استاذ هاني. اللي يطنش اول شهر والشهور اللي باقيه كلها ايه؟ يا عم انا اوجع دماغي ليه؟ لا المساواه في المعايير بتقول كده بتقول المعالجه. انا بقى مش عارف ماشي مع العكس. وصل استاذ هاني ولا ما وصلتش؟ وصلت. طيب يا عندنا كيس ستادي 2 بتتكلم على وحلها سهل وموجود عندكم. تعالوا بقى ننقل للاكاونتنج باي ليسو. اكيد ذاكرها في البيت في دفاتر دفاتر الليسو. بس عايز اثبت قواعد اساسيه وبعدين خلي بالكم معايا عشان في نقطه هنا عشان بس بيشرح الكلام. الليسو عند الليسور بقى انا هنا عايزين نركز بقى في نقطه حلوه قوي. طبعا نفس الشروط موجوده بمعنى انه عشان الراجل ده اللي هو الليسور يسجله على انه فاينانس ليز لازم برضه يتوفر ايه واحده من الشروط اللي احنا قلناها. تمام. هنا بقى معايا الايه بتقلب اللي انا ببص على ايه؟ على من منظور الايه؟ المؤجر صاحب الاصل. لو هو اوبريتنج ليز يبقى زي ما التاني كان بيعتبره اكسبنس ده يعتبره ريد انكم وسهل الحكايه معايا ولا لا؟ لو الاوبريتنج ليز مش ده كان بيعمله اكسبنس ده يعتبره ايه؟ انكم ريد انكم وانوال وخلص. القضيه بقى لو كان ايه؟ فاينانس. ركز معايا قوي قوي. انا هشرح المثال ده بالمثال بتاع العربيات لانه عندك الليسور قال لك في حالتين. حاله بيسموها فاينس تايب حاجة بيسميها سيلز تايب. ايه الكلام ده؟ تمويلي فقط ولا بيع وتمويلي؟ ايه بقى الحكاية؟ ركزوا معايا عشان الزيتونة هنا. دي الزيتونة واسم المسبوسة. معرض العربيات خلي بالكم معايا ايه اللي بيحصل؟ لما انت بتروح اللي هو بيتعامل مع بنك صح كده ولا لا؟ مع بنك صح كده؟ البنك يروح مديله ثمن العربيه كاش. سؤال المعرض كسبان ولا مش كسبان؟ اكيد كسبان واخد عروض. لا كسبان ربح. هو جايب العربيه دي مثلا ب 120 هيبقى عارف ب 150 مثلا يعني. ماشي. يبقى ثمنها الكاش كام؟ 25. لا ثمنها الكاش 150. 150 لما تاخدها انت بالقسط او عن طريق تاجير تمويل البنك، البنك يرجع يزيد ايه؟ فوائد. صح كده ولا لا؟ لاحظ ان هنا احنا بنتعامل مع طرفين. وانا كسبان خسران خسارتين او متحمل حاجتين. متحمل الربح. متحمل ايه؟ فوائد. طب ماذا لو ان معرض السيارات نفسه خد بالكم معايا هو اللي بيقسط. هو اللي بيقسط. يبقى ده سيلز تايم كسبان من حاجتين، من ثمن الفرق بين التكلفه وسعر البيع ومن الفوائد. حد فاهم ولا لا؟ لكن لو البنك بقى فاينانس تايم لان البنك دافع ال 150 كلهم للمعرض. حد فاهم ولا لا؟ ومكسبه فوائد فقط. فالريسك على البنك هنا الريسك على المعرض. احنا بنتكلم في نوعين من وجهه نظر البائع. البائع ده مجرد ممول يعني بيجيب البضاعه واحد يسال البيع وهو بس يتحمل الريسك بتاع التاخير وبالتالي ياخد فوائد ولا البائع مشتري ومول؟ حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ ايه دي القصه اللي عايزين نتكلم فيها؟ فواحده واحده بقى. يبقى في دفاتر الليسور في نوعين من الليز. The following principles should be applied in the financial statement of leasor. المبادئ التالية يجب أن تطبق في القوائم المالية بتاعت الليسور. At commencement of lease term مع بداية عقد الإيجار the leasor should record a finance lease in the balance sheet as receivable. خلي بالك طبعا احنا هناك كنا بنقول ايه؟ خلي بالك معايا بقى lease assets lease liabilities
صح؟ ايوه ليز لايبلتي اتزان تمام. طب ده بقى واحد واحد بيتكلم عن فاينانس كما لو كان باع يبقى لازم يسجل اكاونت ريسيفبل لان بعض الاجل حد فاهم يقول ولا لا بس بيقولوا كده ليز ذا اسيتس اكاونت ريسيفبل يعني مدينه اصول باجار حد فاهم يقول ولا لا. الطرف الثاني هو بيستبعد الاصل من الدفاتر الاسيت كما لو كان باع الثاني اشتراه الاسيت لايبيليتي يبقى ده يقول لي ريسيفبل اسيت. انتوا وصلوا اللقطه دي ولا لا؟ دي اول لقطه. يبقى بيسجل الراجل ده عنده ايه؟ ريسيفابل ات ان اماونت ايكوال تو ذا نت انفستمنت ان ليز. ذا ليسور شود ريكوجنايز فاينانس انكم اللي هي الزياده بتاعت الفاينانس. الفرق ما بين البريزنت فاليو والمبلغ اللي هنتفق عليه اللي هو البريزنت فاليو اسمه فاينانس انكم انترست انكم. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ مش هنا كنا بنقول انترست اكسبنس يبقى هنا في انترست انكم. واضح الكلام ده ولا لا؟ نقلب. ذا فولوينج برنسبل ما زلنا اسيت هيلد فور اوبريتنج ليز شود بي بريزنتد البالانس شيت اوف ذا ليسور اكوردنج تو ذا نيتشر اوف ذا اسيت. ليز انكم شود بي هنا بقى بسجل ايه؟ لو كان اوبريتنج ليز ليز انكم اللي هو رنت انكم يعني should be recognized over the lease term on a straight line base. زي ما التاني سجله expense on a straight line term هنا يسجله ايه؟ income on a straight line base. واضحة الكلام ده ولا لا؟ طيب انا بقى الجمل الاساسية اللي بتفهم اللي احنا قلناه. طيب في نوعين accounting by leaseor زي ما انا قلت للفاينانس ليز direct finance lease و sales type lease. finance وسيلز تايب معايا ولا لا؟ نوع تمويلي ونوع ايه؟ بيع. تعالى السيلز تايب ليز فور ذا ليسور هنا بنتكلم على ايه؟ هنا هنا بقى الراجل ده بائع وممول ان سيل تايب ليز ذا ليسور هاز تو بروفيتس. كلام واضح اهو بيكسب مرتين جروس بروفيت or loss on the sale of lease of the asset. الربح او الخساره بتاع البضاعه نفسها. يعني العربيه قلنا شاريها ب 120 بيبيعها بكام؟ 150 وبعد كده قسطها لي ب 180 معايا ولا لا؟ الثاني بقى interest income over the life of the lease. واضح الكلام ده ولا لا؟ يبقى ده النوع اللي هو الايه؟ الليز سيلز تايب اللي هو دايركت لا اللي هو السيلز تايب عند الليسور. وذلك بروح مسجل ازاي بقى؟ ليز ريسيفبل. في الطرف الثاني بقى ايه؟ سيلز ريفينيو اند ايرند انترست انكم. هنا بقى مين اللي كان بيقول ديفيرد؟ ظهرت اهي. لانه لازم يسجل المدينون بكامل القيمه. والا لا يحق له ان يطالب. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يعني الورق اللي هيمضى عليه لازم يبقى بالمبلغ كله. ما ينفعش بقى هنا يقلل زي هناك. التاني انت ليز لايبيليتي انت مسجل التزام ولما تجي لك الورقه هدفعها هو فرق فوائد، لكن هنا انت بتسجل ورق باللي ليك فلازم الورق كامل. يبقى لازم تسجل الليز ريسيفبل بقيمه القيمه. سيلز ريفينيو ده اللي يبقى انا هنا اقول 180 زي ما انت قلت. سيلز ريفينيو بالبريزنت فاليو اللي هي ال 150 وان ايرند انترست انكم اللي هي ال 30. كويس. كيس ستادي ليت اس اسيوم ذا فولوينج فاكتس في اور اكزامبل. عندنا نفس المثال اللي كنا بنتكلم فيه من شويه بس زود عليه حته. هنا هنتكلم من منظور اللي صور عنده 20,000 فور 5 ييرز بيمنت اون جانيوري 1 2005 ذا فيرست داي اوف ليز. يبقى هيدفع ايه؟ في دفعات قدرها 20,000 جنيه لخمس سنين. 10% incremental borrowing rate. شوف بقى هنا زود ايه؟ The leased asset has book value 700. Asset life 10 years and ownership transfer at the end of the lease. The present value of lease payment هو يدفع 25 ب 100 معايا يا جماعه ولا لا؟ البريزنت فاليو لل 100 ب 83,000. خلي بالكم انا عندي ثلاث ارقام دلوقتي.
الكوست بتاع الاصل احنا هنا كده الكوست 70 البريزنت فاليو 83 وكام 398 98 ماشي وبعد كده الايه المبلغ كله البيمنتس 100 الفرق بين دي وبين دي جروس بروفيت حد فاهم انا بقول ايه ولا لا ده الربح الفرق بين دي وبين دي فاينانس انكم دي الفوائد واضحه الحكايه دي ولا لا مفهوم مفهوم دي مهمه جدا اذا كان الراجل ده يسجل يقول ايه ليز ريسيفابل بالمية كلها ال 83 سيل ريفينيو ان ايرند وبعدين نروح نسجل ال 70 كوست اوف جودز سولد فيكسد اسيت القيد ده سجل بيه استبعاد الاسيت من الدفاتر معاه لا مقابل كوجز يبقى عنده كوجز ب 70 سيلز ريفينيو بكام يا حضرات يبقى هنا ده الربح ولا لا أه. والفرق ده اللي هيتحصل مع تحصل الزمن تفهمين انا بقول ايه ولا لا استاذ هاني مش فاهمين الحته دي مش فاهمينها احنا ال 183 و16 شغاله شغاله دي أوه. طب حلو قوي انت بايع بكام يا عم انت بايع بكام سيلز ريفينيو ب 83 ال 100 شامله 16 فوائد سيلز ريفينيو يا استاذ هاني مسجلها قدام عينك اهي قدامك ايه يا جماعه السيلز ريفينيو كام 83 طب هي البضاعه كانت تكلفتها كام البوك فاليو 70 اه 70 يبقى الكوست اوف جودز سولد 70 فيكسد ب 70 استبعد الاصل مقابل كوجز يبقى كانه باع الاصل بتكلفه كام 70 بسعر كام سيلز ريفينيو 83 يبقى الفرق بين ال 83 وال 70 دي جروس بروفيت يبقى عنده قيمه الدخله يبقى فيها كام فيها 83 سيلز ريفينيو وفيها كوبز الناحيه الثانيه كوست 70 يبقى الجروس بروفيت الفرق وفي نفس الوقت اللي عنده عن ايرنت انترست كل ما ياخد دفعه يحولها لايرنت يبقى يجي يحصل كاش 20 من الليز ريسيفبل وعلى طول بقى يقول ايه ان ايرنت ريفينيو والانترست انكم بس ده بنصيب الفتره حد فاهم انا بقول ايه ولا لا على 5 سنين السنه اللي بعدها وهكذا طب لو دايركت فاينانس ليز مين مش سوا هاني لسه ولا معايا خلاص واقف فين انت من الاول من الاول خالص قول لي اللي انت مش هضمه ايه المثال ماله المثال بقول ان هو باع الاسد ده ب 20000 خمس دفعات يعني 100000 تمام اه ايه 10% معدل الفايده اللي هتجيب عليه البريزنت فاليو ها هو اصلا ده بريزنت فاليو لا مش بريزنت فاليو 20000 بريزنت فاليو هو ده عندنا كتبنا ده هو قال لك بقى لما جينا حسبنا البريزنت فاليو لل 100000 كده اهو البريزنت فاليو اوف ليز بيمنت از ايكوال كذا جابها ازاي يا عم انت ذيس كالكوليتد باي تيكينج بريزنت فاليو لل 20000 انيوال يوزنج 10% على مده 5 سنين طبعا يبقى هو بيفسر لك ال 83 جت منين يبقى استخدم ال 20000 خمس سنين 10% جاب ال 83000 ها طرحنا ال 100 من 83 ده 16 اه يبقى دي الفوائد يبقى هو بايع بكام؟ سيلز ريفينيو 83 حلو هو 70 احنا جبناها ليه بقى؟ 70 دي التكلفه خرج الاصل خرج الاصل خرج الدفاتر الفرق مش كل ده اه وفرق يخص كوجز اصل بعته بقى كريدت اتحمل على حساب الكوست اوف جود سولد عشان يبقى عندك حاجتين قدام بعض سيلز ريفينيو في كوجز حد على فكره في ناس بيعملوا الانتري ده ضمن ده حد فاهم انا بقول ايه ولا في انتري واحد يخرج الاصل ويحط على الكوجز بنفس السيبه مكلكع شويه استاذ هاني ايه اللي مش هضمه في عدي معايا يا استاذ محمد ولا ايه؟ الشاشه اللي بعديها هي بتاعت الايرن ديت لا اللي بعديها 20000 بقى 1340 حلو حلو جت منين يا ريس؟ عندي انترست انكم ايوه 16002 حلو 16002 اه 602 16602 ايوه وهو حسب ان الكود دوت عباره عن كل السنه 2005 بس اه
خلي بالك هو لو انت جيت قلت هتشتغل ستريت لاين هتقسم 16000 على 5 سنين وهو ما عملش كده. ده هو عمل اللي احنا قلنا عليه ان هو خد المبلغ كله الفوائد مركبه كلها اللي هي كان بقى بدا بالمبلغ كله وحسبه عند معدل الفايده. خلي بالك انت اصل القيمه 83000 صح كده ولا لا؟ 83600 بس دفع منها اول دفعه في نفس السنه. ال 20000 دي اتدفعت من ال 83000 اللي هي دي. احنا خلي بالك انه القيمه الكليه 83 في قسط الدفع في حينه يبقى ال 83 بقت 63. كويس. معدل الفايده بتاعها كام يا عم انت؟ 10%. ال 10% اللي هي 6340. طيب دي اللي هتتحول من ان ايرند ريفينيو الى ريفينيو. وبعد كده تبدا تقول بقى كل سنه نفس الكلام كاش ليز ريسيفر السنه اللي بعدها وهكذا. هي هي كمل بقى يعني دي السنه الاولى السنه الثانيه وهكذا كل سنه بستة وشويه. كل سنه ما حصل كاش مش بستة وشويه هنخفض الرقم. ليه؟ لان انت دافع 20 ستة ستة وشوية دي فوائد يبقى 13 هتخفضوا من اصل الدين يبقى اللي بعد كده هيبقى خمسة وشوية. حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ هاني فصل من امبارح نام كده سافر انت بقى. هي ستريت لاين ولا مش ستريت لاين؟ لا مش ستريت لاين. انا ما قلتش ان هي ستريت لاين. طب وليه مش ستريت لاين؟ مين قال مش ستريت لاين؟ لو ستريت لاين كنا نعرف ازاي. ده كلام كويس. مين اللي قال؟ السنوات لها كان يقول لي 16000 دي فوائد صح؟ على خمسة اسمها على خمسة كانت تطلع لك ثلاثة وشوية. اه لما سبت عشان كده مش احنا قلنا دي السنوات لها تبقى كده؟ هو مش شغال كده. هو قال انا عليا دين قدره 83 دفعت منه لحظيا 20 20 يبقى باقي اللي عليها 83 ف 10% بقت 6000 وكذا. معلش يا دكتور ال 13390 قلنا الباقي ما 86 قول لي الربح. لا لا 13 فين ال 13 ايوه فين بقى؟ ايوه هم فوق 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 مش في ال مش في ما انا قلت لا انت دافع فايده كام؟ 6000 معايا ولا لا؟ من ال 20 يبقى فاضل 13000 وكذا دول اللي هيخفضوا للسنه اللي بعدها عشان تحسب الفايده تاني. بص يا جماعه احنا عندنا عباره عن 63000 63000 83000 ماشي. قال دفعنا منه في الاول خالص كده 20000 ماشي. لحظه التعاقد ده الدين بقى 63398 عادي ولا لا؟ احنا عندنا الفايده 10% وعندنا كل سنه بندفع 20 مش هما خمسه في 20 صح؟ ال 20 دي هتدين جزء من اصل وجزء فوائد صح كده يا ريس؟ اول فايده هتبقى 83000 في 10% 6339 حلو؟ لا مش حلو. ليه؟ هو ال 20 دي مش قلنا جزء فايده وجزء اصل؟ ما هي انت نحسب اهو. انا خصمت 20 كلهم لا اول 20 بس هتتخصم. ليه بقى؟ لانه في لحظه التعاقد كانه دفعه دفعه مقدمه مقدمه اول 20 بس ده هتديك بقى 3% كلهم. نعم ليه ما خصمتش 20% كلهم؟ يا عم 100 ايه بقى؟ احنا ما بنتعاملش مع 100 خالص. ماشي ال 20 دي بقى بنا فايده كام؟ 6393 يبقى فاضل 13 وشويه اللي انت بس كنت بتسالني عليهم. فاضل 13398 يا باشا. هو اشهر من دول اللي هم بروفيت على طول من دول دول المبلغ اللي هيبقى باقي يتخصم من دي. نعم. هو قايل هنا ان ده بروفيت نتيجه ان هو باع ب 83398 وكان عنده كونس 70000 ده رقم ظاهر البروفيت دوت. ده في الاول. ما هو ده في الاول. ده هو ده في الاول. وانا بتكلم على الريفرنس. على البروفيت على طول يا باشا. اه 83 بس بس برضه دي كده دي بتتكمل كده دي كده ماشي دي برضه كده يعني ما فيهاش دي طبعا الفايده لان الفايده 6 دي جت كده 6 يبقى هتوقف من 20 13 وشويه هتخز من 63 تبقى 50 وحاجه هتبقى 50 وحاجه بعد ما 50 وحاجه دي بنروح 10%
تطلع خمس سنوات وشوية يبقى لازم تصرف 15,000 وهكذا نفس القصة معايا يا جماعه ولا لا؟ لكن ال 13 ده فرق الربح اللي هو ال 70 وال 83 ده اللي احنا قلنا ما فيه ربح بيع وربح فوائد. ربح بيع وربح فوائد. والله ما انتوا فاهمين بس ماشي بقى وخلاص انا مش عارف اقول اكثر من كده بصراحه. وصلت يا عيني ولا لسه؟ نخش بقى دايركت فاينانس. دايركت فاينانس يبقى هو بيشتريها اصلا ودي طبعا وضع اسهل. بيشتريها بكام؟ 150. لا بيشتريها ب 83. 150 ده مسنة الزمان. في مسنة ده؟ في مسنة ده بيشتريها ب 83. حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ مفيش جروس بروفيت. يبقى ده ما عندوش جروس بروفيت. شوف قال لي تبص على الاكزامبل تحت. برضه نفس الفرضية 20,000 خمس سنين. بس قال لي بقى الليز ده اسيت البوك فاليو 83 مش 70 بقى. البوك فاليو مساوي للبريزنت فاليو. يبقى هو دايركت فاينانس ليز فور ليز اوت. شرح اللي بعدها على طول. 22 اللي هي دايركت فاينانس بقى اللي هي ما فيهاش سيلز. ما فيهاش سيلز بقى. هنا افترض ايه؟ افترض ان التكلفه هي هي البريزنت فاليو. البوك فاليو يساوي البريزنت فاليو. عايز الاسئله كده تكون هسه جايه الاسئله في الاخر. مش بالراحه عندك كده. طب ماشي راح سجل ازاي بقى الراجل ده؟ قال لي نفس لو بص على الانتر الاولاني كده هو هو ليز ريسيفبل سيلز ريفينيو ال 16 دول اللي ايه؟ بس لاحظ ان مفيش ربح هنا بقى ليه؟ لان الكوبس الاصل اصلا في الدفاتر ب 83 مش كان هناك ب 70؟ ما احنا قلنا بقى دي الطريقه الثانيه دي احنا كده. ايوه الطريقه الثانيه اللي هي وعنوانها ايه يا عم؟ دايركت فاينانس. يعني هو شاريه من المعرض ب 83. خلي بالك مش المعرض اللي بيبيعه ده البنك بقى. احنا الطريقه الاوليه قلنا بيبيع وبياخد ربح البيع مع ربح ال مع ربح التمويل فايدة. هنا فايده بس بقى هنا فايده هو شاريها بالغلا زي ما بيقول شاريها من يعني عند البنك صح؟ باعتبار ان البنك هو الممول يعني البنك هو اللي بيعمل سيلز تايب. لا البنك بيعمل فاينانس تايب او دايركت فاينانس ليز صح كده ولا لا؟ ولذلك انت لما تقارن ايه؟ سيلز ريفينيو بكام؟ 83 والكوست بكام؟ 83. مش كسبان اي حاجه في عمليه البيع لان هو بيشتريها بتباعها. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ البنك بيشتريها بتباع ما هي بتباعها لك انت. هو بس مكسبه ايه؟ الفايده اللي كل مع كل دفعه يحصلها يحول فايدتها وخلاص على كده. هو دكتور يعني احنا دلوقتي عشان احنا بنحدد الفاينانس والدايركت ماشي فدلوقتي باين في الخلاف ما بين الاثنين. ده سؤال محترم واجابته في غايه السهوله من غير ما اتكلم. اعرف منين ان هي سيلز تايب؟ من الكوست كام؟ البوك فاليو انت عندك البريزنت فاليو 83 الكوست هنا 70 الكوست هنا كام؟ بص كده بص كده بص ذا ليز اسيت بوك فاليو كام؟ 70 اهو بص في دي ايوه 83 يبقى خلاص انا كده عرفت. يبقى لو البوك فاليو تساوي البريزنت فاليو يبقى دي على طول فاينانس. هو عارف الجمله اللي انا قلتها دي؟ هو شاريها متباع يعني ما فيهاش ربح بيع. البنك بيشتريها متباع فعلا متباع في المعرض يبقى مين اللي خد ربح البيع؟ المعرض. والبنك هياخد ايه؟ ربح التمويل. حد فاهم انا بقول ايه ولا في بعض بقى انت عارفين ان هو ده دور شركات التمويل العقاري. ايه شركات التمويل العقاري بقى؟ زي اسمه اللي فوق ده؟ لا ده ما المرشد. لا ده مش تمويل عقاري ده استثمار عقاري يدفع ده بيبيع. عارف شركة التمويل العقاري؟ تمويل عقاري يشتري ويبيع بتمويل يعني هو عنده مكسبين لو هي شركة تمويل عقاري. خلي بالك البنك عشان كده البنك ما بيسماش تمويل عقاري قوي لانه بياخد فايده بس. حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ لكن تخيل ان الشركه يشتري يجيب اصله هو بالتكلفه ويبيعه يزود عليه ايه؟ فايده كمان يبقى عندك ربحين ليه؟ ده مضمون شركه تمويل عقاري.
ساكت النهارده ايه فاهم ولا ايه؟ ولا انت زعلت عشان قلت لك ما تتكلمش؟ اوعى تكون زعلت؟ لا ما بزعلش بجد؟ ما بزعلش مش منك الكلام ده اصلا. انا بس انا عارف انت فاهم المعيار ده شويه ف طيب. حته لطيفه جدا بيسموها سيلز اند ليز باك ترانزاكشن. قبل ما نقولها انا مش باقي حاجه كتيره خالص ده ام اي دي وبعدها كام سؤال الديسكلوجر وشويه اسئله بس هو اشرح الحته بتاعت سيلز اند ليز باك ترانزاكشن دي. بص يا استاذ عامر اللقطه اللي انا احكيها لك دي هتعجبك. سيل اند ليز باك ترانزاكشن. انا اعرف واحد في اسكندريه اسمه حاج محمد مخلوف تاجر كبير جدا اباك حقيقه والله وهي هي اللي كان فيها المعيار دي. كان راكب مرسيدس اللي هي الخنزيره اللي بيقولوا عليها اللي هي مش عارف اكس اكس مش عارف ايه انا ما فاهمش قوي في المرسيدس. المهم يا ريس جت حصل دروب في السوق اتلطش جامد هو فيها. الجماعه المعلمين الكبار دول بالنسبه له المرسيدس دي جزء من الكاركتر بتاعه يعني هو برستيجه في الحياه كلها جزء منه رئيسي. ثلاث حاجات في تلاقيه لما يعمل فرح لازم يبقى فيه رقصات زي شيخ عريانين ومخدرات ولو يركب المرسيدس دول كده كاركتر. والكاركتر والجزء الثالث ان انت يذبح عجلين في العيد صح كده ولا لا؟ طقوس كده معالم المعلمين دول ما يقدرش يعيش من دول يعني ممكن يشحت عشان يذبح العجلين دول ما بهزرش وما يقدرش يستغنى عن المرسيدس دي ابدا. ولو في فرح لابنه وحد قريب منه لازم برضه 100 ميزه. مره حضرت فرح منه شفت العجب والله العظيم راح كده راح يبيع عليك حاجه قال اتفضل وانا ابيض. المهم يا ريس الراجل ده الدنيا ضربت فيه جامد كده وصل بيه الامر ان هو عنده شيك وموقفه يعني هيبقى مشكله كبيره. فراح عمل ايه بقى؟ راح باع المرسيدس الحته بتاعته دي. عمل ايه؟ هي كان جايبها ما اعرفش ب 250 وقادلها معاه سنتين. فالمهم المعرض قال له اخدها منك ب 150. قال له بس عايز اجرها سنه. هي قال له اديها لك ب 3000 في الشهر. قال له مش مشكله 3 في 12 بكام؟ وهات باقي ال 150. هو رجع بكاش بكام؟ 114 ورجع بالعربيه. ما حدش في السوق حس بحاجه بس هو دبر نفسه بال 100000 اللي كانت عليه. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ هو عمل اللي انا بحكيها دي بقى سيل اند ليز باك. باعه واجرها تاني في نفس اللحظه في نفس اللقطة. هو سيل الأصل في جزء منه. ممكن يحصل ده محاسبة ايه؟ لا هو باع لا باع 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 لا نفس المعرض اللي باعله نفس المعرض اللي باعله أجرها منه ب 3000 في الشهر ودفع سنة مقدم 36 36 من ال 150 خد ال 114 كان عليه شيك ب 100000 عامل له كان هيدخله في مشكله قضائيه يعني ويهز سمعته في السوق. ال 14 جنيه خد العيال وبقى بيصرف بنفس النظام. خلال السنه بقى الدنيا اتعدلت واشترى عربيه غيرها يعني واخد بالك بعد سنه ربنا فتح عليه واشترى عربيه غيرها برضه مرسيدس بس جديده يعني هو ما اتهزش. وبقول لك جزء من كيانه كانت المرسيدس. ايه اللي حصل هنا؟ هو ده مفهومنا لكلمه سيز اند ليز باك. طب ماشي يا عم ما هي مشكله. المعيار بس اللي في حته يعني حمك كده فيها قال لك ايه؟ اذا عمليه البيع دي فيها ربح وممكن يبقى فيها خساره. عمليه بيع العربيه معايا ولا لا؟ لو بخساره ريكوجنايز اللص خلاص خسر في العربيه هو مزنوق وخسر. طب لو فيها ربح قال لك بما انه هيأجر يبقى ديفيرد الربح لحد ما ينتهي مده الايجار وكل ما يعدي شهر مده الايجار حول جزء من الديفيرد للبروفيت تاني كده. هو عايز يقول ايه بالبلدي؟ ما يصحش يعترف بربحيه بيع اصله وهو لسه مأجره. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟
وصلت الرساله كده ولا لا؟ انا فين ان ارن ارن هو يسجلها ان ارن دريفني، يبقى هو باع الاصل ثم رجع اجره، قال لك لو الصفقه دي فيها ربح سجلها ان ارن دريفني. بس هو خلاصه الجمله والقصه هي كده، مش عن شيء. بس واضحه دي ولا لا؟ طيب هسيب لكم تقروا الديسكلوجرز، بس قال لي خلي بالك وانت بتعمل الديسكلوجر، في ديسكلوجر له علاقه باللي سي واللي صور فيما يتعلق فاينانس ليز ولا اوبريتنج ليز ولا فاينانس ليز، كل واحده منهم بشويه تفاصيل موجودين عند حضراتكم. تعالوا ناخد الكام سؤال كده الام سي كيوز دول عشان نفهم هما محلولين بس زي بعض. اول سؤال بيقول ذا كلاسيفيكيشن اوف ليز، ان نصنف الليز as either an operating or finance lease is based on، انت انك صنفه على operating ولا finance مبني على ايه؟ length of lease بما بين بما نعرف طول مدة الايجار ولا transfer risk or rewards والminimum lease payment being at least 50% ولا the economic life of the asset. طبعا احنا قلنا فكرة الريسك والريوردز هو المعيار الاساسي. احنا قلنا ايوه ترانسفير ترانسفير الريسك على الريوردز. نعم؟ زي ترانسفير كده؟ لا ترانسفير يعني ينقل الريسك اللي هي المخاطر والريوردز المكافئة او المنافع الاويرنس. يعني انت يعني انا النهارده لما بعت لك الموبايل ده صح كده ولا لا؟ انا قلت لك ريسك والريورد. يعني ايه ريسك والريورد؟ لو الموبايلات اتخبز بيها على الارض النوع ده انت خدت الريسك، ولو طلعت انت خدت الريورد. هي دي يعني انت بتاخد ايه حلوه وشره ومره دي الريسك والريورد. ذا لينس لينس اوف ذا ليز مده الايجار، هل المده بس هل المده بتاعت الايجار هي الاساس في التصنيف؟ خلي بالك الخمسه دول انا رجعت تاني باكد الخمس شروط اللي بنقولهم دي اللي هي المده والتكلفه كلها بتدور في فرق الريسك اند ريورد. يبقى المده يعني ايه المده؟ لو عايز يقول المده وتبقى هي الاختيار لازم يقول لي ان مده الايجار تكون لا تقل عن 75% او ان الماجوريتي لازم يبقى الكلام واضح. وهنا بصح حاجه صح حاجه اللي هي الترانسفير ريسك اند ريورد. طيب سؤال رقم 2 The accounting concept that is principally used to classify lease into operating and finance is subsistence over form ولا breedance ولا neutrality ولا completeness. يعني واحدة واحدة. واحدة احنا عندنا مفهوم محاسبي بنبني عليه فكرة التفرقة. اول مفهوم subsistence over form، الجوهر وليس الشكل، واحنا قلنا هو ده اللي قايم عليه. طب البريدنس اللي هي الحيطه والحذر، النيتراليتي الحياديه، الكومبليتمنت الاكتمال. طبعا احنا الجوهر بتاعنا وليس الشكل، بنقول ايه العمليه في جوهرها شراء وليست ايجار. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ واحده يعني الاكتمال كومبليتنس الاكتمال الاكتمال. خلي بالك وعايز اقول ايه، هو عقد شكله مكتوب عليه عقد ايجار. حد فاهم؟ فورم لكن سبستنس ايوه جوهره شراء اجل. حد فاهم انا بقول ايه؟ تمام. Which of the following situation would prima facie lead to lease being classified as operating؟ بشكل رئيسي. بيقول لك اي من المواقف التاليه سوف يتضمن بشكل اساسي عقدا يمثل اوبريتنج ليز. العقد يبقى اوبريتنج ليز امتى؟ لما ترانسفير الاونر شيب. شكرا يا عم ده كابيتال ده فاينانس ليز. لما الاوبشن اوف برشيز فاليو بلو ده برضه فاينانس ليز. لما الليز تيرم از ميجر ده الثلاثه دول كلهم يخلوه فاينانس ليز. طب البريزنت فاليو اوف ذا مينيمم ليز بيمنت 50% بس 50 قليله. احنا قلنا لازم يبقى اللي ايه ده 90 في الفاليو 90 قريبه قريبه من الايه 90 فما فوق. لا معلش انا مش خمس ولا معلش خلي بالك بيقول لك البريزنت فاليو 50% من الفير فاليو. احنا الشرط بتاعنا يكون نير ذا فير فاليو،
نيرز فين فاليو يا استاذ هاني يا استاذ محمد 90 فما فوق مش احنا ما قلناش 90 قلنا نيرز فين فاليو طيب ال 50% قريبه طب انا اعرف منين لا هو انت سوري يعني مخك تخين لا 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 هو مخك تخين عشان هاني ما يزعلش 55 ايه طب 55 قريبه من الفير فاليو قريبه من 50 قريبه من الفير فاليو رد عليا لما يكون حاجه البريزنت فاليو 55 تبقى قريبه من الفير فاليو لا طب 70 قريبه من الفير فاليو رد يعني لا مش يعني قلنا 75 يا دكتور ولا 75 العمر 75 لكن التكلفه 90 فما فوق نير اوف فير فاليو قال العرف جرى ان 90% فما فوق يبقى دي ما تنفعش صح كده ولا لا طيب اقول لك حاجه اول ثلاثه ينفع يبقى اوبريتنج ليز اول شرط قول يا استاذ هاني يا استاذ هاني لا طب ما ده ملوش علاقه ولا قبل كده ما كملش دي اسئله ما خلصت شرط لما هو فاهم والله العظيم طيب خليك معاه يا حميد قول بقى انت اول واحده بتقول ايه لما قلت ترانسفير اونر شيب يبقى العقد ده ايه ليس خليه هو رد يا استاذ محمد فاينانس لما ترانسفير اونر شيب يعني ايه يبقى العقد ايه الملك يبقى فاينانس هو السؤال بيسالني بيقول لي امتى يبقى اوبريتنج السؤال بيقول لي يا استاذ محمد لازم اوبريتنج طيب لما يعني المفروض الخمس شروط اللي احنا قلناها مش موجودين مش موجودين طيب الاولانيه كده موجود ولا لا تمام يبقى ما ينفعش صح تمام تاني حاجه ايه الاوبشن ده شرط ولا مش شرط شرط يبقى ما تنفعش الثالثه ان الليز تيرم ميجر اوف يوسفول لايف اه هي برضه ما تنفعش لكن البريزنت فاليو بقى هو ده شرط بس ايه مش 50% 90 فما فوق يعني لو قال 90 كان اه لو قال 90 كانت تبقى ولا واحده فيهم يبقى نان اوف ذم ها وصل كده The classification of lease normally carried out بيتم at the end of lease term ولا after cooling off period ولا at the inception of the lease inception يعني عند فحص العقد واحنا بنفحص ها بدايه يعني اه ولا واحنا بنفحص العقد طبعا عندك بتحدد العقد انه finance ولا operating في نهايه العقد ولا كولنج لما بنجمده هو عايز هنا في السؤال يقول لي ان امتى نصنف امتى ايه نصنف العقد على انه اوبريتنج اوف فاينانس امتى في نهايه عمر العقد ات ذا اند اوف ذا ليز فاينانسنج ماشي يبقى كارد اوت يا ريس ها السؤال بيقول ايه ذا كلاسيفيكيشن اوف ليز تصنيف العقد الايجار از نورمالي كارد اوت عاده يتم امتى at the end of lease period في نهاية فترة الإيراد يعني أنا أستنى لما العقد يخلص وأقول ده فاينانس ولا كده ولا في بدايته؟ بدايته أول يوم ها قول يا عم محمد أنت فصلت أنت كمان ولا إيه؟ الكلمة نفسها بتاعت الليز كلمة إيه؟ إن كارد أوت؟ أه ولا إيه؟ الإجابة بتاعت الليز يعني في بدايه مش خساره بدايه ات ذا انسبشن يعني عند فحص العقد ايوه انت يا جماعه انتوا عارفين القصه دي بتيجي ازاي؟ انت يجي لي عقد كده اقراه واحده واحده لو لقيت في شرط من الشروط ده هو ده الانسبشن هو ده فحص العقد ايوه بس هي جديده عليها طب دي قلتها صح ولا ترجمها بقى عند فحص العقد وين ذا انتيتي ديمز از بين نيسيسري لما ترى ديمز يعني ترى الوحده ان هذا ضروري طبعا مش بمزاجك لا لا ده وفقا للشروط يبقى دي برضه ما تنفعش دي ما تنفعش اخر سؤال which of the correct accounting treatment of an operating lease payment in the account of leasee انت بتتكلم على operating lease في دفاتر مين انا واحده من دول صح بقى في دفاتر ايه في الليسي الليسي اللي هو المستاجر ليه اول واحده خدناها اه هل بيسجل كاش ديبت واوبريتنج ليز رينتال او انكم ستيتمنت اللي سي بيسجل كده السي سي احنا مسجلين عارفين بيسجلوا ايه ده بيدفع هو اه بيدفع هو يبقى كاش كريدت
ويسجل اوبريتنج ليز رنت او اكسبنس يبقى الاجابه بي. التالت اسيت ديبت، لا 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 ده فاينانس ليز. والرابعه اسيت كريدت، ده في دفاتر اللي سولد. يبقى الاجابه الصح هي بي، اوبريتنج ليز رنتال في الانكم ستيتمنت يعني، والطرف الثالث كاش لانه بدفع مصروف، والكاش بقى لازم الكاش يبقى كريدت. كريدت الليز من المعايير الصائد تقيلة شوية في المعالجة طبعا. الدفاتر اللي صورها الرسل في الحمد للكورس في التخصص.